نبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. أنا اسمي ميمون الحاج، سأكون منسق اللقاء اليوم. لقاءنا اليوم راح يكون بعنوان الإدمان بأنواعه، أسبابه وآثاره وعلاجه. قد يتراءى للبعض بأنه الإدمان خاص بالإدمان على المخدرات او الادمان على يعني ما يضر اللي هو الانسان، مثل اللي هو الدخان والمخدرات وغيرها، ولكن الادمان يتعدى ذلك. وعشان هيك يعني اليوم لقاءنا سيكون لقاء شيق، سيتعدى ذلك في التحدث عن مختلف انواع الادمان، ولكن التعمق في اسباب لماذا يدمن الشخص، ما هي أنواع الإدمان، ما هي آثارها على المجتمع، ما هي آثار الإدمان في تأثيرها، آثار الإدمان على تربية أبنائنا، وماذا أفعل إذا كان أحد يعني اكتشفت أنه أحد أفراد عائلتي مدمن، وكيف الطرق العلمية للعلاج. سكر المايك. الإدمان ليس مقتصرا على جانب واحد، ولكن يتعدى إلى جوانب عدة، وقد يستغرب أنه الإدمان قد يشمل أيضا اللي هو الإدمان على السكر، ولا حتى الإدمان على السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عند اللي هو المراهقين وشبابنا أبنائنا وبناتنا، بالإضافة إلى إدمان الأطفال على الألعاب الإلكترونية وعلى التلفاز. هذا كله سنناقشه اليوم، ولذلك يعني ضيوفنا ما شاء الله لهم باع طويل وخبرة في هذا المجال، ويعني أقدمهم بشكل مبدئي الدكتور مصطفى يوسف، وهو استشاري علوم عصبية ونفسية في أولدنبورغ، والأستاذ وسام جودة، وهو أخصائي علاج وتأهيل مرضى الإدمان، بالإضافة له باع طويل في العلاج النفسي للأطفال والمراهقين، والأستاذة غدير أبو ثريا، الأستاذ وسام جودي من هانوفر في ألمانيا، والأستاذة غدير أبو ثريا هي أخصائية العلاج النفسي ومحللة نفس جنائي من هامبورغ. راح نبدأ بدكتور مصطفى يوسف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل عام أنتم بخير، وأشكر بلمت ودكتور ميمون على هذه الاستضافة الكريمة للحديث عن هذا الموضوع. موضوع الإدمان موضوع كبير جدا وهام للغاية، ولا يكفيه عدة محاضرات. فإحنا إن شاء الله يعني كما قدم الدكتور ميمون، إحنا بنحاول النهاردة إن إحنا يعني يبقى عندنا نظرة عامة عن هذا الموضوع. إن شاء الله أحاول كده كده شايفها كويس. أولاً الإدمان هو عبارة عن مرض. يعني ممكن الواحد يقول مثلاً ده الإنسان ده مدمن، ده إنسان غير مهذب، ده بيعمل أشياء سيئة، تمام؟ والهام الشيء الهام للغاية إن إحنا نعرف إن الإدمان مرض كأي مرض آخر. بيبقى فيه سلوك معين، السلوك السيء اللي إحنا بنشوفه اللي هو هذا السلوك اللي أنا كتبته، إن الواحد بيبقى عايز كل شيء الوقت الآن وبكثرة وبسرعة. أنا عايز مثلا فلوس، تمام؟ يبقى لازم الآن ولازم كتير جدا ولازم بسرعة. عايز نسبة سعادة مثلا، الإنسان ممكن واحد مننا ممكن يبقى سعيد بمثلا يلعب رياضة، ممكن يكلم واحد مثلا صديق، تمام؟ يبقى عندي إيه نسبة السعادة بتيجي في المخ عن طريق الدوبامين، وده إن شاء الله هوضحه أكتر في خلال المحاضرة. لكن هو بقى يقول هذا الجزء البسيط لا يكفي، يقول لك لا انا عايز اضعاف اضعاف اللي انا هذه السعاده او هذه اللي بعد كده بنسميها النشوه، تمام؟ عايزها دلوقتي وكتير وبسرعه. عايز ابقى مبسوط لما انا ممكن اقرا كتاب، لا يقول لك لا انا عايز ابقى سعيد حالا، مش لسه بقى هقرا كتاب وابقى سعيد، لا لا انا عايز ابقى سعيد حالا، تمام؟ وسعادة مش سعادة قليلة، لا سعادة كتيرة جدا وإيه وبسرعة. ده تعريف منظمة الصحة العالمية للإدمان، تقول إنها حالة تسمم دوري أو مزمن
نتيجة استهلاك، يعني هم ركزوا على موضوع المخدرات أكثر من الأمور الأخرى. يعني حالة التسمم تحدث نتيجة استهلاك أو تناول متكرر لمخدر ما، سواء كان طبيعيا أو صناعيا، سواء هو جاي من النباتات أو مصنع في المعامل. الشيء الثاني هو سلوك قهري، هو بيبدأ الأول بانفعال. تمام، واحد يقول لك أنا متضايق جدا، أنا لازم إيه آخد مخدرات مثلا، أو لازم أعمل فعل معين. بعد ذلك يعني تردد هذا الانفعال، بعد ذلك بيبقى السلوك بيبقى قهري، وكأنه مجبر على هذا الإيه على السلوك. وبعد كده إن شاء الله يعني في خلال المحاضرة هنوضح ليه إن هو سلوك قهري لا يقاوم استهلاك محفز معين. الإدمان بشكل عام مش نوع واحد، ليس نوع اللي هو مثلا المخدرات، احنا بنتكلم عن المخدرات والكنابس او الحشيش والماريجوانا والكوكايين والكحول. طبعا رقم واحد الكحول في ألمانيا، الحمد لله في بلادنا العربية والإسلامية يعني الكحول قليل عشان هو حرام، لكن مع ذلك بيصعد أشياء أخرى بتحل محله، زي اللي هو الحشيش وزي المارجوانا اكتر اشياء. ممكن مثلا القمار، ما هو ده ادمان. تمام، الاكل كما يعني قدم الدكتور ميمون في البدايه، في واحد عنده ادمان على الاكل. تمام، واحد لازم دايما ياكل مثلا البطاطس المحمره. تمام، ومش قادر يسيطر على نفسه وبيفقد السيطره. الفيديو جيمز، الالعاب الالكترونيه، ده برضو ادمان. تمام، كاتب هنا الهواتف الذكية، التسوق، العمل ممكن يبقى إدمان. تمام، كل شيء زاد عن حده ممكن يدخل في موضوع إدمان. طب إزاي إحنا بقى نفرق ما بين الاستهلاك، يعني واحد استهلك مادة معينة، أو إن هو مدمن على هذه المادة؟ تمام، بالإيه، بالأعراض اللي إحنا بنتكلم عنها دلوقتي. رقم واحد من أول أعراض الإدمان التعود. يعني التعود يعني ولكن ايه، نضرب مثل بواحد كان بيشرب ايه او بيشرب كحول، بيشرب بيره مثلا. تمام، فهو كان الاول بي بي بياخد زجاجه واحده، بعد كده ما عادش بيجيب معاه، يقول لك لا، ما التاثير الاولاني ما عادش موجود. تمام، ايه، يزود يجيب الثانيه، وبعد كده ده طبعا مش يوم او يومين، ده بنتكلم، احنا بنتكلم على شهور وسنين. تمام، يقول لك لا، نزود كبات ايه، بدل الازازه ازازتين، بعد كده ثلاثه اربعه. ليه؟ لان الجسم تعود على ايه، على الماده المخدره. بعد ذلك فقدان السيطره، ما عادش قادر يسيطر على يا اما الكميه. تمام، او ان هو ايه، يوقف نفسه يرجع لايه، خطوه للايه، للخلق. الشيء الثالث اللهفه، او بيسموها كريفينج، يعني ان هو لما بيتذكر الماده المخدره بيقول لك اه يا ريتني كان الوقت معايا ايه، مثلا حشيش او ماريجوانا او كوكايين او اشياء من هذا القبيل، او مثلا فيديو جيم. تمام، احنا قلنا مش بنتكلمش فقط على المخدرات. بعد ذلك اعراض الانسحاب، في اعراض الانسحاب، اعراض الانسحاب بتبقى عكس الماده المخدره، بمعنى حاجه مثلا زي الكحول او زي الحشيش، دي من الاشياء اللي بتهدئ. تمام، الاعراض الانسحابيه بتاعتها بتبقى ايه، العكس، بتعلى بقى، يعني بيبقى في عدم من يعني في حاله من حالات القلق، التوتر. تمام، مش قادر يسيطر على نفسه. بالنسبه لمثلا الكحول اللي بيبقى فيه ايه، زياده في ضربات القلب، وفي زياده في الضغط، يعني عكس الماده الفعاله. مثلا حاجه زي الكوكايين او الانفيتامين، الكوكايين دي اشياء منشطه. تمام، بتخلي الانسان يعلى لفوق، بيقول لك اصل انا بعد كده ركزت اكتر، او يدخل في حاله من حالات النشوه. الاعراض الانسحاب بتاعتها بتبقى العكس بقى، بقى ايه، مكتئب، مش عايز يكلم حد. تمام، قافل على نفسه. يبقى اعراض الانسحاب بتبقى عكس الماده اللي الانسان ادمن عليها. بعد ذلك تغير في السلوك. يعني ايه تغير في السلوك؟ يعني كان الاول رجل بيهتم بالاسره بتاعته. تمام، ما عادش بيهتم. ليه؟ لان عنده اهتمام اخر الوقت. تمام، كان بيهتم ان هو بيروح الشغل بتاعه مبكرا، دلوقتي ما عادش بيهتم بالشغل. كان بيهتم بالاسره، كان بيهتم برياضه معينه، وده الشيء اللي هو اللي بعد ذلك اهمال الهوايات. كان لان الماده المخدره كانت مثلا بتشكل ايه، ساعه مثلا في اليوم، بعد كده بايه، تبدا تزيد
تزيد تزيد، يعني كل القعده بتاعتي هو كلها انا هجيب الفلوس منين؟ إيه؟ ما هو الحاجات دي طبعا مكلفه. يعني مثلا هنا في المانيا الجرام الحشيش بحوالي 10 يورو، تمام؟ يعني لو هو مثلا اخذ 30 جرام، ما فيش حد بياخد 30 جرام، ساعات بياخد 4 جرام 5 جرام ونحسبها بقى. فدايما بقى ايه قاعد يقول لك طب انا هفكر في هجيبها ازاي، واكلم واحد صاحبي استلف منه فلوس، او اروح اكلم والدي، او مش عارف. دايما ايه مجهول بالماده اللي هي الايه المخدره، او بالاشياء الاخرى زي ما احنا قلنا الفيديو جيمز، الانواع الادمان الاخرى. استمرار الاستخدام بالرغم من الاضرار مش عارف يبطل، تمام، دخل في طريق مش عارف يرجع منه تاني. دي هي الاعراض الادمان، ودي بنفرق ما بينها، بيها ما بين الاستهلاك والادمان على المواد. ايه بقى اساسا في ادمان؟ لو احنا بنشوف هنا مع بعض، هنا المنطقه دي اللي انا بشير اليها ده الفص الجبهي، اللي هو اللي ربنا قال ايه؟ يعني ابو جهل قال لا نسفع عن بالناصيه، الناصيه اللي هي هذه المنطقه، تمام؟ فص الايه؟ الفص الجبهي. الفص الجبهي ده مركز ايه؟ مركز اتخاذ القرارات، يعني وكأنه مدير المخ هو الفص الجبهي. المنطقه اللي هي المظلله باللون الاحمر هنا، تمام، دي مركز الاستمتاع. مركز الاستمتاع، يعني انا مثلا قرأت كتاب، تمام، الكتاب كان جميل، تمام. في مركز الاستمتاع ده اللي هو المظلل باللون الاحمر بيفرز ماده اسمها الدوبامين، تمام. هو قال يا سلام ده انا كان كتاب رائع، تمام. او انا قابلت واحد صاحبي مثلا وراجل محترم وانا اتكلمت معاه، برضه الايه بيفرز هرمون او اللي هو الانزيم اللي هو الايه الدوبامين في المخ، فبأشعر بالايه بالسعاده. ده الاشياء اللي هي الايه اللي هي الطبيعيه، تمام. انا رحت مثلا اصلي، رحت اعمل شيء، اي شيء ايجابي في حياتي، وده ادى الى ايه، الى حاله من حالات المتعه، ان انا بقيت ايه بقيت سعيد. نتخيل بقى حاجه زي الكوكايين مثلا، بيفرز قد ايه او بيفرز قد ايه دوبامين في المخ بالمقارنه بالاشياء الاخرى، تمام. لو حد يجاوب قال مثلا ضعف ولا ضعفين ولا اكتر، هو الاجابه ان الكوكايين بيخلي بيفرز بيخلي نسبه الدوبامين 500 ضعف الى الاف الاضعاف، تمام. ده شيء نتخيله، ولذلك الانسان اللي بيذهب في طريق الادمان اول مره بيضرب فيها مثلا كوكايين او امفيتامين او حاجه زي كده ما بيبقاش مبسوط قوي. ليه؟ لان السعاده اكتر من تحمله، او اللي هي النشوه بيسموها النشوه، بتبقى اكتر من ايه؟ من التحمل بتاعه. نسبه الدوبامين بتبقى عاليه جدا لدرجه ان هو لا يستوعب جسمه، ايه؟ لا يستوعب. بعد ذلك تبدا تدخل في مراحل الاخرى من الادمان. المشكله ان اللي ده لما بيشتغل اللي هي الحته ديت، تمام، مركز الاستمتاع ده بيفصل تاني اللي هو الفص الجبهي. الفص الجبهي ايه؟ بيفصل معاه، مش شغال بالمستوى المطلوب. ولذلك العرب كانت تقول اذا جاءت الشهوه ذهب العقل، هي الحته دي، لا الشهوه اللي هي مركز الاستمتاع شغال، الفص الجبهي بقى ايه؟ خلاص مش شغال خالص، تمام. ولذلك ايضا اللي هو حته الادمان بعد ذلك بيبقى فيه قصور في الطاقه العقليه. ليه؟ لانه هو ما عادش مشغل مخه، وقعد مشغل الاستمتاع، واهم حاجه الفيديو جيمز، واهم حاجه ان انا اجيب فلوس، واهم حاجه مش عارف الامور العقليه بتبقى ايه؟ بتبقى مركونه على الرف. ده اللي هو الدوبامين، ده حاجه اسمها التشابك العصبي. الدوبامين بيفرز وبعد كده بيرجع تاني بيتكسر، تمام؟ فبيبقى النسب بتاعته بتبقى كبيره جدا في الادمان، زي ما احنا قلنا الكوكايين بتبقى 500 ضعف الى الاف الاضعاف. هل الجينات بتلعب دور؟ الامور النفسيه او الامراض النفسيه بشكل عام، الجينات او الامور النفسيه لا تورث، ولكن ما يورث هو الاستعداد. يعني واحد مثلا عنده فصام، ابنه مش لازم يكون 100% عنده فصام، ولكن يورث الاستعداد، باكثر استعدادا من الاخر، تمام. ولقوا ان لو في توأم واحد منهم ادمن، غالبا 60% التوأم الاخر سيدمن ايضا، تمام. فده بيبرز ان احنا الجينات بتلعب دور. هل السن برضه بيلعب دور؟ احنا هنرجع تاني لايه؟
للصورة دي. دلوقتي السن اللي هو الصغير مثلا 12 سنة 13 سنة 14 سنة، وده للأسف السن ده بدأ يدخل برضه في موضوع الإدمان، يعني قبل ذلك كان ما كانش موجود، يعني كان بيبقى سن أكبر من كده. بيبقى المخ في حالة من حالات التطور، لسه لم يصل إلى النهاية، لسه بيتطور. فإحنا لما هو كل التركيز بتاعه على مركز الإيه؟ الاستمتاع. تمام؟ طب والتطور بقى في الإيه؟ في القدرة العقلية أكيد مش هيجي. تمام؟ فالشيء الهام للغاية إن كل ما السن بيبقى بدري، كل ما يبقى الأمور أسوأ، كل ما يبقى موضوع الإدمان أسوأ. ده نظرة عامة على المواد المخدرة. أول شيء اللي هو في الحشيش وفي الماريجوانا، إيه الفرق ما بين الحشيش وما بين اللي بيسموه الإيه البانجو؟ تمام؟ نسبة اللي هو الرباعي الهيدرو كانابينول، دي المادة اللي هو التي اتش سي اللي موجودة في الاثنين. بيبقى النسب بقى، يعني مثلا في الماريجوانا بيبقى 10 ل 20%، في الحشيش بتبقى أعلى شوية، بتبقى من 20 ل 60%. واحد يجي مثلا يقول لك إيه، أصل لا الحشيش ما بيعملش إدمان. هو قصده ان اللي هو بطل تاني يوم ما بيجيلوش اعراض انسحاب، لكن احنا لو نقول له مثلا ايه بطل اسبوعين لثلاث اسابيع تبدا تظهر اعراض الايه؟ الانسحاب عنده، لان الحشيش او اللي هو التي اتش سي الماده ديت رباعي هيدرو كانابينول بتفضل في الجسم لفتره كبيره، بتفضل من اسبوعين لثلاث اسابيع، بعد ذلك لما تطلع من الجسم بيبدا ايه يدخل فيه اعراض الانسحاب. ايه الاخطار المواد اللي ممكن ندخله في حاله من حالات الذهان؟ يعني ايه ذهان؟ يعني بيبقى في شيء فيه ضلالات. يعني مثلا لما اجي اقول مثلا الشمس بتشرق من الغرب، اقول له يا عم لا، الشمس تشرق من الشرق، هي تشرق تمام لازم شرق يعني. يقول لا هي تشرق من الغرب، يبقى ايه؟ يبقى شيء فكره خاطئه لا استطيع تصحيحها، اقعد اتكلم معاه فتره كبيره ما مش عارف اصححها تمام، ولا تقبل من الناس في نفس الايه في نفس الثقافه، الناس اللي هم اللي عايش ما بينهم نفس ثقافته، لان ممكن الثقافه تبقى بالنسبه للثقافه الاخرى غريبه. يعني مثلا واحد مثلا عربي بالنسبه لانسان غربي بيقول لك الثقافه الحته ديت انا مش فاهمها، فلازم واحد من نفس الثقافه بتاعته يقيم، فيدخل في الحالات من حالات الايه الذهان بيبقى فيها ضلالات. تمام، بيبقى زي كما قدمنا موضوع الضلالات اللي احنا اتكلمنا. بعد ذلك في موضوع الكحول، والكحول ده شيء دراماتيكي، يعني بيدخل في كل شيء في الجسم، يعني من اول الاغشيه المخاطيه، تمام، دمر الاغشيه المخاطيه، موضوع اللي هي الجهاز الهضمي بيعمل حاجه اسمها جاستريتس او التهاب في الاغشيه المخاطيه في المعدة، بيزود نسب السرطانات وخاصة سرطان القولون أو سرطان البلازا اللي هي الإيه المثانة البولية، سرطان المعدة، كل الأشياء دي بتزيد في مرضى الإيه مرضى الكحول، تأثير على الكرايس لوف أو الدورة الدموية. بعد ذلك في الهيروين ومشتقاته بقى والمورفين ومثل هذه الامور. طبعا المورفين ممكن يستخدم كعلاج طبي تمام، بس لا يدخل الى ايه، يعني لو واحد بيستخدمه فقط من اجل الالم مثلا تمام، ولكن ما ادمنش عليه، ما جاش اللي هو الصفات اللي احنا قلناها قبل كده، فما نقدرش نقول ان هو ادمان تمام، احنا بنقول ان هو ايه علاج طبي. بعد ذلك مثلا في حاجه زي الكوكايين، الكوكايين برضو بايه بيزود النسب اللي هو الذهان، الامفيتامين برضو بيزود اكتر من الحشيش او الرباعي هيدروكلوكانابينول، والكوكايين الامفيتامين بيزود اكتر منهم الاثنين، لان هو بيأثر جدا على موضوع الدوبامين اللي احنا شايفين هنا، موضوع الدوبامين بيطلع هنا دوبامين كتير جدا من الجسم تمام، واللي يجي عايز يتكسر ما بيخلوش يتكسر، فبيبقى يعني كميه رهيبه جدا من الانفيتامين. بعد كده في حاجه اسمها البنسوديازيبينا، انا مش عايز اطول في الموضوع عشان المحاضرات الاخرى. الترامادول ممكن برضو يستخدم كماده طبيه وممكن يدخل تحت امور الادمان.
بعد ذلك العلاج. العلاج اول شيء وعي المشكله، وعي المشكله، يبقى اقعد معاه كده واقوم قايل له، يعني المحاضره اللي احنا بنعملها ديت او المحاضرات، مجموعه المحاضرات هي عباره عن علاج نفسي، تمام، وعلاج نفسي تعليمي سوشيو ادوكاسيون. اقول له ان في، انت دلوقتي في عندك مشكله، ووضح له الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، تمام، وده في ادمان، وانت بقيت مدمن، يعني جسمك معتمد على ماده معينه. وهو اولا هو ايه، يبقى عنده وعي المشكله. بعد ذلك بيدخل بقى مثلا في مصحه زي اللي بنتكلم على المخدرات، بنعمل ايه، في عمليه سحب السموم من الجسم، هو ما عادش بقى في عنده داخل سموم. بعد ذلك يبدا اللي هو يغير السلوك، يعني بدل ما يبقى متوتر توتر يروح للماده المخدره، لا انا عايز اوصله الى ان هو التوتر يحل المشكله، توتر يكلم واحد صاحبه يساعده، مش السلوك. يعني في تغيير فين في السلوك، فتره النقاهه اتكلمنا فيها اللي هو تغيير السلوك، بعد ذلك في عمليه المتابعه. العلاج بشكل عام من وجهه نظر الغربيه هم 3 حاجات: العلاج البيولوجي، يعني بيأثر على النيورو ترانسميتر، بيأثر على السيالات العصبيه، علاج نفسي، علاج اجتماعي، تمام. والاسلام بقى بيضيف البعد الرابع اللي هو الروح، ويسالونك عن الروح، كل الروح من عند ربي وموتيت من العلم الا قليلا، اللي هو الجزء الغير ملموس في حياه الانسان اللي احنا مش شايفينه. يعني ما بيجيش مثلا اقوم قايل ايه، ده انا هعمل النهارده رنين مغناطيسي واشوف عشان اشوف روح الراجل اللي قدامي راح يمين او راح شمال، ده شيء غير ملموس. فالتعامل بتاعها هي شيء غيبي، تمام، فالتعامل معها بيبقى فقط عن طريق الغيب او عن طريق الوحي. أرجو إن احنا أكون وصلت المعلومة بشكل أفضل إن شاء الله، وكل عام وأنتم دكتور ميمون. إن شاء الله المحاضرات القادمة لأخت غدير و كان المايك مسكر، معلش. الله يبارك فيك يا دكتور مصطفى، يعني أبدعت. نترك مجال للأسئلة، ولكن الأسئلة ممكن نحطها إما على الشات أو في نهاية المحاضرة يعني برفع اليد. الله يبارك فيكم. الآن ننتقل للأستاذة غدير أبو ثريا من هامبورغ، فتتفضل. السلام عليكم جميعا، حياكم الله وبارك الله فيكم، كل عام وانتم بألف ألف خير إن شاء الله. إن شاء الله رح أفتح الباوربوينت، أتمنى إنه تكون ظاهرة عندكم. تمام، هل ظاهرة عندكم بوضوح؟ نعم، ظاهرة غدير، توكل على الله فيكم. طيب، بالبداية اسمي غدير أبو ثريا، معالجة ومحللة نفسيا، طبعا بشتغل في المستشفى أو في سجن في هامبورغ، هو سجن ولكن تابع لمستشفى، مستشفى أسكليبيوس، يعني فيه مساجين، ولكن عملوا الجريمة أو التهمة بسبب المرض النفسي، ومن ضمنها طبعا الإدمان. يعني أفضل شيء أبدأ فيه هي آية قرآنية من سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. طبعا من ضمن الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني في منافع للناس، وهذا الشيء الواضح اللي احنا بنعرفه كمان عن المخدرات، يعني المدمنين او بشكل عام، يعني احنا حكينا عن المخدرات وكمان عن امور تانية ممكن الواحد الانسان يدمن عليها، فيها منافع للانسان او فيها شيء الانسان بيحتاجه، ولكن طبعا ضررها خاصة على المدى البعيد كبير جدا. نبدأ ان شاء الله بالمحاور سريعا.
اليوم رح أتكلم عن أساس جميع الأمراض النفسية، من ضمنها طبعاً الإدمان، أسباب الإدمان، أعراضها أو الأعراض النفسية خاصة، ومن بعدها علاج الإدمان. نبدأ في أساس جميع الأمراض النفسية من ضمنها طبعاً الإدمان. أول شيء يعني أهم شيء في الأمراض النفسية بشكل عام هو اختلال التوازن، يعني إما الواحد طبعاً هي أو أغلب النقاط إن شاء الله رح أتطرق لإلها بعدين بشكل مفصل، ولكن من أهمها اختلال التوازن. الخوف إما من الماضي أو من الحاضر أو من المستقبل، عدم التقبل، خاصة إحنا بنحكي الآن تقبل أو غاديكال أكسبتانس، هي إن شاء الله بنشرحها بعدين. احتياجات أساسية لاستمرار الإنسان اللي هي البيزك نيدز، طبعا إحنا بنعرف إنه في احتياجات للإنسان مثل المال، مثل الأكل، الشرب، الأمور مثل هيك، ولكن كمان الإنسان عنده احتياجات أخرى أساسية واللي هي الاحتياجات النفسية. الشعور بالحاجة للسيطرة، طبعا هذا أمر مهم جدا إن شاء الله نتطرق له بعدين. المرونة والضعف اللي هو الغزيلينس والفولنرابيليتيت، وهنا بنيجي لتقريبا من أهم النقاط في العلاج النفسي واللي هو الاعتدال والتوسط. وطبعا في آية في سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كلنا بنعرف الآية هذه، ولكن تبدأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لأهمية الوسطية في التفكير. ليش؟ لأنه إذا إحنا كمان نظرنا للأمراض النفسية البودرلاين، إذا اختل التوازن صعب الإنسان إنه يسيطر على مشاعره. إما الأشخاص المرضى في مرضى البودرلاين إما بحسوا بكره كبير أو بحب كبير، أو ممكن يحسوا بسعادة كبيرة جدا أو تعاسة كبيرة جدا، ممكن إنه يدمروا نفسهم ويدمروا آخرين معهم، فما في توازن. كذلك بالنسبة للإيتينج ديسوردر اللي هو لما يختل التوازن بالنسبة للأكل، يعني إما الواحد بيأكل بشكل فظيع، يعني بشكل كبير وكميات كبيرة، خاصة مثلا بنش إيتينج، أو بيأكل بكميات محدودة وبيحاول إنه يتحكم في الكميات بشكل غير طبيعي، وهنا بيختل التوازن. كذلك بالنسبة لاضطرابات الخوف، الواحد عنده خوف زائد عن العادي من موقف معين أو من شيء معين. وبالنسبة للدبريشن نفس الشيء، الواحد عنده خوف زائد إما من الماضي أو من الحاضر أو من المستقبل. بالنسبة للإدمان فهو طبعا اختلال التوازن بشكل عام في النفسية، وكمان بالنسبة لتناول بعض الأمور مثل الأكل أو مثلا الهواتف أو المخدرات، يعني في مواد كثيرة ممكن الواحد يدمن عليها، وذكرها طبعا الأخ الدكتور مصطفى من قبل. في احنا عنا موديل مهم جدا كتير بنعتمد عليه في العلاج النفسي، وهو بيوبسيكوسوشيال موديل، يعني في بالنسبه للامراض النفسيه كيف ممكن تنشا الامراض النفسيه، عن طريق اما اسباب بيولوجيه اللي هي اسباب طبيه بتكون شرحها كمان الدكتور مصطفى من قبل، او اسباب بسيكولوجيه أو أسباب اجتماعية. طبعاً اليوم إحنا رح نحكي عن الأسباب النفسية البسيكولوجية، من ضمنها طبعاً التراوما، يعني الصدمات النفسية وكيف بتأثر على الإنسان. طبعاً إحنا بنعرف صدمة نفسية يعني مثلاً حرب أو اغتصاب أو أشياء مور مثل هيك، يعني تيجي مرة، لكن طبعاً التراوما ممكن يكون بشكل آخر، مثلاً طفل دائما كان مهدد في البيت، أو ما عنده الحب من جهة أهله، يعني ما شعر بالحب من الأهل، فهي كمان تعتبر نوع من أنواع التراوما على مدى بعيد. طبعا تأثيرها على النفسية حتى لسه أصعب من تأثير التراوما الصدمة العادية اللي بتكون مرة واحدة وبتنتهي. غير هيك عنا
الانر كونفليكت يعني المشاكل الداخلية. طبعا من ضمنها المشاكل اللي الواحد بواجهها في طفولته، لأنه هي أكثر المشاكل اللي ممكن تأثر على الإنسان وبنية شخصية الإنسان في المستقبل. غير هيك الانتدينكموستا يعني سلوك الواحد أو أساليب التفكير اللي الواحد بيتعلمها مع مرور الزمن. نيجي لأسباب الإدمان. طبعاً هاي الصورة اللي أنتوا شايفينها هي أو فيها البيزك نيدز اللي حكينا عنها بالأول، الاحتياجات الأساسية، من ضمنها الأورينتيرون كنترول اللي هو التحكم التحكم والسيطرة، الشعور بأنه الواحد لازم يسيطر على شيء في حياته. طبعاً كلنا بنعرف لما الطفل يبدأ يروح على الحمام أعزكم الله لحالهم، وإحنا بنحكي له بينظف يعني بيروح على الحمام لحاله، فهو فعلياً بيبدأ يتحكم بشيء داخلي، بيتحكم متى يروح على الحمام، متى هو الآن يعني خالي من أي شيء. وكذلك بتلاحظوا في سلوكه، يعني هل مثلا الطفل يعني بعمر معين بتلاحظوا انه اظهر سلوك معين او اظهر تصرف معين بهدف انه يلاقي ردة فعل معينة من الاهل، فهيك هو بحاول يتحكم في مسار الامور. فكل انسان بيحتاج الى نوع او الى كمية معينة من التحكم، خاصة في نفسه وفي السيتويشن يعني المكان والظرف اللي هو فيه. غير هيك زيبستفيت هونز وزيبستفيت شوتس اللي هي القيمة الذاتية، حماية القيمة الذاتية. كل إنسان بحاجة إلى إنه يشعر إنه هو إنسان رائع، هو إنسان ما في يعني ما في إنسان بيشبهه، هو إنسان مميز. فطبعا هذه يعني كل انسان بيحتاج، في منا بيحكي هذا انسان نرجسي. الانسان النرجسي ممكن يكون عنده نوع او عنده القيمه الذاتيه حاول انه يعطيها حجم اكبر. ليه؟ لانه كان عنده جرح بالقيمه الذاتيه من هو صغير، وخاصه جرح بالقيمه الذاتيه والبندون اللي هي الحب والانتماء. فالقيمة الذاتية مهمة جداً للبني آدم لاستمراره في الحياة. كذلك زي ما حكينا البندون اللي هو الحب والانتماء، إنه الواحد يشعر إنه هو منتمي لوطن، هو منتمي لعائلة، هو في ناس هو بالنسبة لهم مهم جداً وهو محبوب من طرفهم. وفي شغلة مهمة جداً وحكى عنها كمان دكتور مصطفى من قبل، وهو أو هي المتعة وتجنب الألم أو الألم. يعني أي شيء خاصة المدمنين بيعملوه بهدف إنه يشعروا بالمتعة وإنه يتجنبوا أي شيء ممكن يضرهم أو يشعرهم بخوف أو قلق أو ما إلى ذلك. أسباب الإدمان طبعاً إما الصدمة اللي حكينا عنها، طفولة صعبة، ممكن بالطفولة طبعاً إحدى البيزك نيدز الاحتياجات الأساسية لاستمرار الإنسان تكون مجروحة أو الأهل ما اهتموا فيها بشكل كويس، أو طبعاً الظروف والمحيط اللي الإنسان بعيش فيها كمان رح تأثر على الطفل. الخوف والسيطرة على الموقف طبعاً التنين متعلقين في بعض. ليش؟ لأنه إذا الواحد حاول يسيطر على الموقف يعني إنه الواحد بخاف من شيء معين، وإلا الواحد خلص بيترك الأمر وما بيحاول إنه يتحكم في مسار الأمور. فأي شخص أنتوا بتواجهوا أو بتشوفوا ممكن عنده حب السيطرة أو بيحاول إنه يسيطر على مواقف معينة أو على حوار معين أو على ظرف معين، فهو عنده بالأصل أو الشعور اللي بيتخبى وراء التصرف هذا هو الخوف. فضروري إنه كل واحد فينا يبحث عن الأمور اللي هو بخاف منها حتى ما يشعر ب أو ما يحاول يسيطر عليها بشكل زائد عن اللزوم. القيمة الذاتية وطبعاً تبع لها الخجل من النفس. ليش؟ لأنه
لما الواحد يعمل خطأ مثلا، العقل بيجي بيحكي للنفس انت عملت الخطأ كذا وكذا. فالنفسية طبعا من ضمنها عندها المراجعة، عندها قيم، عندها مبادئ، طبعا بأفضل الأحوال يعني بتحكي للعقل لا أنا ما عملت هيك، مستحيل يعني أنا نفسي أو الشعور اللي عندي أو مبادئي تسمح لي أني أعمل تصرف مثل هيك. فالعائل طبعاً بيحكي لا هذا هو التصرف اللي صار، وهيك بصير الإنسان عنده خجل من نفسه. ليش؟ لأنه الواحد عنده تصور ذاتي عن نفسه وعن الشيء اللي هو حابب أنه يكونه. فإذا كان في اختلاف ما بين الشيء اللي هو الإنسان موجود عليه والشيء اللي هو حابب أنه يكونه، فهنا بيحصل خجل من النفس. الحاجة إلى الارتباط والانتماء حكينا عنها، وتعلم من القدوة. كيف الواحد مثلا بتعلم أنه يكون عنده إدمان على الأكل أو إدمان على السوشيال ميديا؟ إذا الأم أو الأب 24 ساعة على السوشيال ميديا، فأكيد الطفل ما حيتعلم أنه قراءة الكتاب كمان شيء مهم وممكن أنه يفيده في حياته. فكمان نوع من أنواع الأسباب أو الإدمان الواحد ممكن يتعلمها عن طريق الأهل. في نص عجبني في كتاب ألماني واسمه سلسلة القدر أو سلسلة الحياة، أنت ترجمته وبمعنى أنت تزرع فكرة وتحصد فعلا، أنت تزرع فعلا وتحصد عادة، أنت تزرع عادة وتحصد شخصية، أنت تزرع شخصية وتحصد قدرا. إذا تابعنا السلسلة تبدأ بفكرة، يعني الشيء أو المكان اللي بيتحكم في تصرفاتنا وفي مشاعرنا هو العقل مو المشاعر. يعني إحنا بعض الأحيان أو كتير بسمع الناس بيحكوا لي لا بس أنا مشاعري هي اللي أجبرتني إني أعمل هيك، أو أنا حسيت حالي إنه أنا غاضب زيادة عن اللزوم فالغضب تحكم فيه. هو فعلياً إلى نسبة معينة، يعني بعد ما يوصل نسبة الغضب مثلاً أكثر من 70% ممكن إنه الواحد يفقد السيطرة على العقل. لكن كل شيء بيبدأ بالعقل، يعني العقل بيفرز أمر للجسم والجسم بيفرز هرمون معين أو شعور معين. فكل شيء بيبدأ بالعقل، فضروري إنه الواحد يروض العقل وينمي فكرة معينة فيه ويروضه على سلوك معينة للتحكم في المشاعر وفي الذات. وهذا طبعا بيأثر، يعني إذا مع التكرار ومع التعود بصير هذا سلوك، يعني هذا شيء دائما الواحد بيستخدمه. إذا أنا واجهت مشكلة معينة فعقلي دغري بيروح لاتجاه الحل هذا. ليش؟ لأنه تعود عليه. نيجي للمرونة والضعف، طبعاً الولن غابيليتيت. شو الفرق ما بين الغزليانس والولن غابيليتيت؟ غزليانس تعني قوة أو المقاومة، مقاومة الإنسان للمشاكل الحياتية. الولن غابيليتيت بكل بساطة عكسها، يعني الضعف تجاه المشاكل اللي الواحد ممكن يواجهها في الحياة الطبيعية. طيب احنا حكينا عن طبعا هنا بتشوفوا انتو البيزك نيدز، يعني الاحتياجات الأساسية لكل إنسان عنده إياها، واحنا حكينا عن البندوم، يعني كل واحد فينا عنده احتياج للحب والانتماء. طيب كيف بالنسبة للإنسان المدمن؟ هل بيكون عنده الاحتياج هذا موجود أو يعني هو موجود بطبيعة الحال، ولكن هل تنمى، هل الإنسان أو اللي حوالين الإنسان هذا اهتموا فيه ولا لا، خاصة بصغره؟ فلما يلاحظ إنه هو كان إنسان متروك أو إنه إنسان ما شعر بالحب من جهة أهله، كمان من جهة الناس اللي حوله، المدرسة، المدرسين إلى آخره، فبيشعر نفسه إنه هو متروك، فبيلجأ طبعاً للمخدرات أو بيحاول إنه يعوض الشعور هذا بأشياء أخرى مثل إدمان على أي أمور تانية. كذلك القيمة الذاتية، كل إنسان عنده النزعة أو عنده الحاجة لأنه يشعر أنه هو كويس كما هو، يعني هو منيح مثل ما هو، ما حدا بيحتاج أنه يغيره أو يبدله أو يشيل حدا ويحط حدا مكانه. فلما يشعر أنه هو إنسان مميز
ما رح يحتاج أو ما رح يحتاج لشيء يعوضه عن النقص هذا. بينما لما إحنا نواجه مشاكل في حياتنا خاصة من بدري، فهو بيشعر إنه هو ولا شيء، هو إنسان فاشل، فبيعوض الفشل بأمور تانية. لذلك الكنترول اللي هي السيطرة والتوجيه، فإذا ما سيطر على شيء هو خايف منه، فبحس بعدم الاستقرار، عدم الأمان، بحس إنه لازم يتدخل. وكذلك اللوسكبين يعني المتعة وتجنب الألام. وهنا إحنا بنيجي لأهم نقطة اللي هي الإدمان. يعني أي شيء فات هو الإنسان بحاول يعوضه عن طريق مواد مدمنة أو سلوك مدمنة. هنا إحنا بنشوف طبعاً الإنسان بينولد بيكون طفل، بعدين بصير أكبر، بيكبر شوي، بعدين بيكبر أكتر، بعدين ممكن يعني بصير بمرحلة النضوج، تأسيس أو تكوين آراء لنفسه حول المجتمع إلى آخره، بيشوف شو ممكن يعمل بالمستقبل، الأمور الأسرية وهكذا. ومن بعدها طبعاً بيتخرج من الجامعة أو من دراسة هو عملها، بروح لوظيفة، بياخد وظيفة، بصير عنده عائلة وهكذا. طيب كيف بالنسبة للمدمن؟ شو هي المشاكل اللي ممكن يواجهها المدمن في المرحلة، خاصة من مرحلة الطفولة إلى النضوج؟ يعني خلينا نحكي من سن 15 أو 14 أو حتى أقل، هي بتبدأ من بدري جدا، ولكن أقل يعني حتى من 12 سنة بيبدأ الإنسان، حتى من قبل يعني، أنه يكون آراء يعتمد عليها في المستقبل، إلى سن ممكن يكون 25 26 أو حتى أكثر، ولكن أهمها اللي هي سن 15 إلى 20. فشو هي المسؤوليات والمهام اللي بتواجه كل شاب وشابة في هاي المرحلة؟ أول شيء تبني أدوار الجنسين، يعني المرأة تعرف دورها كمرأة، الرجل يعرف دوره كرجل، قبول التغيرات في الجسم طبعا واضحة، الانفصال عن الوالدين طبعا، ممكن ما ينفصل عن البيت، يعني ممكن أنه يضل عايش بنفس المكان اللي الأهل عايشين فيه، ولكن لازم يكون بيعتمد على نفسه، يعني ينفصل من ناحية الاعتماد ومن ناحية الشعور عن الأهل. إنشاء وتطوير نظرة للعالم وبناء آفاق للمستقبل، من ضمنها طبعاً العمل والأسرة، وإنشاء دائرة من الأصدقاء. طبعاً إنشاء دائرة من الأصدقاء تابع لإلها، مو إنه أتصاحب مع شخص وخلص بعد أسبوعين أترك أو إنه اختلف معه، لا، لازم يكون عندي قدرة، خلينا نحكي مهارات اجتماعية تخليني أكون صداقات لمدى بعيد، يعني عبر السنين. طيب شو بيحدث بالنسبة للإنسان المدمن اللي ما قدر يكون هاي المسؤوليات كلها لأنه مشغول في موضوع الإدمان، مشغول في مشاكله النفسية، فهو ما قادر إنه ينظر لشيء أبعد حتى من الأمور الذاتية والأمور النفسية. النتيجة إيش بتكون؟ علاقات أسرية محطمة، عدم وجود عمل، نظرة راديكالية للعالم لأنه ما شاف من العالم إلا الضرب، الإهانة، عدم الحب إلى آخره، عدم وجود أصدقاء مناسبين خاصة على المدى البعيد مثل ما إحنا حكينا، وكره الذات هي نتيجة كل شيء طبعاً. طبعاً لما يكره الإنسان نفسه، إما بحاول إنه يلجأ لشيء يسكن نفسه، أو مثل المسكنات أو المخدرات يخدم نفسه فيه، أو ممكن بأسوأ الأحوال يلجأ للانتحار. شو هي الأعراض النفسية للإدمان؟ طبعاً الدكتور مصطفى تفضل في بعضهم، خاصة الأعراض الجسدية، ولكن بس لو سمحتي ثلاث دقائق معكِ، الله يبارك فيكم. إن شاء الله. بالنسبة للأعراض النفسية سريعاً، في إحنا هنا شايفين الحالة النفسية وهنا الوقت. كمان مثل ما تفضل الدكتور مصطفى، الإنسان المدمن بحاجة إلى الشعور في السعادة أو أي شيء بشكل سريع وبشكل مكثف، مثل مثلاً الماشميلو إفكت. في دراسة عملوها على الأطفال
حطوا قطعة مارشميلو قدام طفل وتركوا الغرفة وقالوا للطفل إذا أنت أكلت المارشميلو هذا ما إلك أي مارشميلو تاني من بعدها، لكن إذا انتظرت حتى إحنا نعود فإلك مارشميلو يعني قطعتين من المارشميلو. ففي يعني نتيجة الدراسة بتحكي إنه الأشخاص اللي انتظروا حتى يأتي الشخص مرة أخرى على الغرفة كان عندهم أساليب ومقومات أكثر من غيرهم في مواجهة المشاكل الحياتية. الأعراض النفسية للإدمان كمان أخرى اللي هي الشخصية متمردة، إذا الشخص ما تعود على إنه يستخدم مهارات اجتماعية حتى يحصل على الشيء اللي هو حابه فبيستخدم العنف أو الضرب أو اللي هو العنف اللفظي أو الجسدي إلى آخره. شخصية عجولة مثل ما إحنا حكينا، والتراجع في الأداء في العمل والدراسة والإنعزال. ليش؟ لأنه هو مشغول مع نفسه مو مشغول مع العيلة. كيف نعالج الإدمان؟ أول شيء التدريب على النضج، لأنه في كتير سلوك أو في كتير طرق للتفكير تكونت على عند الإنسان يعني ما ممكن إنه تفيده في الحياة بشكل مستمر، فضروري إنه الواحد يدرب الأشخاص على النضج، خاصة إذا بدوا الإدمان من عمر بدري. في منهم بتوقفوا عند العمر في التفكير، بتوقفوا عند العمر اللي بدوا فيه الإدمان. شغلة تانية مواجهة الواقع، كتير منهم بيفكروا إنه الواقع تمام، إذا الآن عندي عمل، الآن عندي مكان مسكن يعني فأمري تمام، لكن غالباً لما يصطدموا وفي عنا يعني ناس تركوا السجن طلعوا برا بعد ما أمنا لهم مكان للسكن وعمل يعملوا فيه، واجهوا أول مشكلة إنه لازم يصحوا بدري وعندهم مثلاً موضوع تاني، عندهم موعد عند الغاتوس، فكل الأمور دخلت في بعضها وما قدروا يقاوموا حتى الأمور الحياتية البسيطة اللي مثل هيك، فما بالكم لو واجهوا مشاكل مثل صدمة موت أحد الأشخاص المقربين لإلهم وهكذا. التوسط والاعتدال مثل ما إحنا حكينا في الأول، التقبل، في فرق ما بين التقبل يعني الأكسبتنس اللي هي تقبل شيء أنا ممكن لسه أغيره، والغاديكال أكسبتنس اللي هو تقبل شيء أنا يعني خارج عن إرادتي وخارج عن استطاعتي لا تغييره، مثل موت أحد الأشخاص ممكن أنا يعني لازم أو لازم إني أتقبل الظرف حالياً أو أتقبل فكرة إنه الشخص هذا توفى، ومن بعدها أبدأ في الخطوات التالية. إذا أنا ما تقبلت وضليتني واقفة عند المشكلة هاي وحزينة وما بدي أتقبل إنه الشخص هذا مات، فأنا ما حقدر أقدم على الخطوات التالية. طبعاً في عنا مستوى آخر اللي هو التوكل على رب العالمين، وهو بيعطي طبعاً حافز للإنسان وشعور بأنه هو في أمان، هذا شيء طبعا موجود عند المسلمين. البحث عن أهداف وموارد، موارد اللي هي الريسورسز بكل بني آدم، يعني تابع للريسورسز تبعوني، مثلا أني عندي أهل يدعموني مثلا، أو عندي أصدقاء واقفين جنبي، أو مثلا في شخصيتي أنا، في يعني مثلا عندي ممكن أني أحفز نفسي، أو عندي قوة وإرادة للاستمرار، هي كلها موارد أنا ممكن أعتمد عليها في بعدين فيما بعد. في عنا DBT اللي هو نظام group therapy، إحنا بنعمله كمان عنا في المستشفى ورائع جدا ما شاء الله، يعني في الواحد بلاحظ فرق ما بين الشخص اللي بدأ DBT وما بين الأشخاص اللي تخرجوا من DBT، والفرق ملحوظ. ممكن الواحد يتعلم فيه المهارات الاجتماعية، كيف الواحد يتعامل مع المشاكل، كيف الواحد يتعامل مع الظروف الشترس العالي، وكيف الواحد يتعامل كمان مع مشاعره. طبعاً علاج الجسد من الإدمان ممكن يستغرق أسبوع أو أسبوعين أو عند البعض طبعاً أكثر، لكن العلاج النفسي للشخص المدمن ممكن يستغرق سنتين أو أكثر، عابل ما الشخص يكون عنده شتابيليتيت، إحنا بنحكي يعني قوة، ممكن يعني ثبات نوعاً ما ممكن يواجه فيه الحياة.
ذاكرة الإدمان. طبعا هي مشكلة للأسف، لأنه الإنسان المدمن يعني دخلت المشاعر القوية هذه دخلت للذاكرة طويلة المدى، فهي طبعا صعب إنه الواحد يعوضها بأمور عادية، خاصة إذا بنحكي عن هيروين أو مخدرات مثل هيك. غير هيك البعد عن كوة غدير، أنا أعتذر يعني، ولكن يعني لا نريد أن نطيل على المستمعين خاصة في الدول العربية من بسبب اقتراب موعد الإفطار، فيعني دقيقتين بسمح لك. نعم، ما بحتاج أكثر من دقيقتين إن شاء الله. البعد عن الكو الكهوليكا، الكو الكهوليكا اللي هم الناس أو الظروف، إما ظروف أو الأشخاص اللي كمان عندهم إدمان أو ممكن يشجعوا الإنسان على الإدمان. تعزيز الثقة بالنفس والمهارات الاجتماعية، وعلاج الصدمة اللي هي عن طريق الإكسبوزيتونز بهندلون، طبعاً إذا بدي أشرحها رح يطول الحديث، والشيما تيغابي كذلك. طبعاً من ضمنها الموقف الداخلي، إن الواحد يحكي لنفسه الإدمان سجن، لست ضحية بل ناجحة، وهكذا. طرق تفكير لازم الواحد يدرب حاله عليها ويضل يكررها حتى ما ينساها. وأختم إن شاء الله في الآية الأخيرة من سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طبعا أهمها أو اللي بالنسبة لي أنا حابة أطرق له اللي هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ضروري الإنسان يحكي لنفسه أو يضل عارف إنه وعنده اليقين إنه القدرات والإمكانيات والمقدرات موجودة في داخلي، ربنا أعطاني إياها، وما أعطاني الظرف اللي أنا فيه إلا وأعطاني طبعا القدرات والمقدرات اللي أواجه فيه الأمر اللي أنا موجودة فيه الآن. بارك الله فيكم، وربنا يتقبل منا ومنكم، وشكرا لحسن استماعكم. الصوت عندك دكتور. برضو المايك نحط على الصامت، معلش أعتذر. الله يبارك فيك أستاذ غدير، يعني صراحة إبداع يعني، وتناولت الموضوع من عدة جوانب، وحتى الحضور يعني الكل يطالب لكل جانب من جوانب الإدمان بمحاضرة خاصة. ننتقل الآن للأستاذ وسام جودة، له باع طويل جدا في علاج الإدمان على المستوى الاجتماعي، وخاصة في موضوع اللي هو إعادة تأهيل مرضى الإدمان، وهو سيتناول الأسئلة التالية: هل نظرة المجتمع للمدمن تؤثر في العلاج؟ ولماذا ينجح البعض ويفشل الآخرون في التخلص من الإدمان؟ بالإضافة إلى أنه رح يعطينا نصائح عملية للوقاية من الإدمان. تفضل أستاذ وسام. بارك الله فيك. قديش معايا وقت؟ الصوت مكتوب. عشرين إلى 25 دقيقة، تفضل. خلاص ممتاز، معايا إن شاء الله يعني أريحية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني شاكر جدا للحضور، وشاكر للبالمد على الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء، واستفدت والله جدا يعني من الزملاء اللي قدموا قبلي، يعني بارك الله فيهم، ما شاء الله يعني معلومات غنية. أدخل إن شاء الله في الموضوع مباشرة، كما ذكر الدكتور يعني هتكلم إن شاء الله بشكل مختصر على أسباب الإدمان، ولكن هنا من ناحية اجتماعية، بعدين نظرة المجتمع للمدمن، ليش بينجح بعض الناس ويفشل الآخرين، وحمثل هذا في موضوع في شغلة اسمها دوامة الإدمان، يعني كيف بيقع الإنسان في هذه الدوامة، وبعدين نصائح للوقاية من الإدمان إن شاء الله. نظرة المجتمع للمدمن، يعني قبلها بدي أحكي بشكل سريع يعني عن بدايتي مع العمل مع المرضى النفسيين ومرضى الإدمان.
يعني كان قبل تقريبا 21 سنة لما بدأت أشتغل في المستشفى النفسي قسم الإدمان. في ذاك الوقت يعني كنت لسه بدرس طالب، وكان مطلوب مني هو العمل في الليل، يعني المبيت في القسم لوحدي مع تقريبا 15 شخص من اللي هم المدمنين، يعني بيتم سحب السموم منهم وإعادة تأهيلهم. فطبعا يعني بالنسبة لي أنا كان كأني داخل إلى بيت رعب، يعني إلى فيلم رعب، إدمان ومخدرات وحقن وإبر، ناس أكيد هيطلعوا لي بالليل ويخوفوني وكذا. فكان والمشكلة الأكثر إنه غرفة المبيت تبعتي كانت ما بين الغرف يعني تبعت المرضى. فكان بالنسبة لي الأيام أو الشهور الأولى في العمل كانت يعني كأني عايش في فيلم رعب، لأني طبعا لما بستلم الوردية بالليل بأسمع إن اليوم عندنا فلان وفلان وفلان، بيكون عندنا تقريبا 10 إلى 15 مريض، ففلان هذا مثلا كان محكوم بالسجن 5 سنين، وهذا مش عارف ضرب مش عارف مين فدخل 10 سنين السجن، وهذا بيتعاطى، وهذا مش عارف عنده مشاكل كذا وكذا. فالواحد بيكون يعني عنده تصور بيصبح معين بيخليه يخاف من هؤلاء الناس. ف يعني بتذكر اول سؤال سالتني فيه المسؤوله عني في هذاك الفتره لما حبيت اشتغل، قالت لي كيف بتنظر انت للمريض النفسي، للمريض عفوا الادمان. فانا كنت طبعا يعني عندي نظرتي اللي هي بنعرفها، يعني انسان داخل في سلك اجرام، يعني عنده مشاكل مع الحكومه، دخل السجن، بيسرق اهله، بيكذب، بيضرب، بيعصب، ما في امكانيه السيطره عليه، انسان يعني زي ما نقول منحرف عن السلوك المجتمعي المعروف. فهذا السؤال مهم ان احنا نسال نفسنا فيه، خصوصا ايضا كمان مش فقط المحيطين بالشخص المدمن، ايضا كمان الحكومه او الناس اللي بتشتغل في مجالات خدمه مرضى الادمان، انه كيف انظر انا لهذا الشخص؟ هل هو ضحيه؟ يعني ممكن نقول انه ضحيه لانه وضع الاهلي او الاسره متفككه وكذا، اوكي ماشي ضحيه، معناها لو نظرنا له بهذا النظرة معناها أنه خلاص يعني هذا شخص ضحية، ما حنستطيع نقدم له أي شيء أو خدمة أو مساعدة. لو نظرنا له كمجرم معناها هذا مش شغلنا، خلاص هذه الأجهزة الأمنية هي تتعامل معه لأنه هذا إنسان مجرم. لو نظرنا له أنه إنسان مستهتر، يعني بعض الأباء والأمهات بينظروا أنه هذا إنسان مستهتر وإنسان ضعيف الشخصية أو إنسان أناني بيفكر بس بنفسه، ما بيفكر في أهله وفي اللي حواليه وكذا. فلو نظرنا بهذا النظر أيضا كمان حيكون تعاملنا معه عنيف، حيكون تعاملنا معه صعب، وحيؤدي إلى أنه هو ما يخرج من هذه المشكلة، بالعكس يزداد إلى في هذه المشكلة تعمقا. لكن لو نظرنا إله إلى أنه هو مريض، يعني شوفوا أنتم كيف التصور، هذا شخص مريض، فحيبادر لكثير من أذهاننا أوكي هذا شخص مريض، زي شخص عنده مرض سكر، زي شخص عنده ضغط، زي شخص عنده الشقيقة، صداع الشقيقة أو كذا، شخص عنده رئة، عنده كبد، عنده مرض، معناها بيحتاج أنه إحنا نأخذ بيده، نحتاج أن إحنا نساعده، نحتاج أن نقف جنبه علشان يتخلص من هذا المرض أو تخف المشاكل الناتجة عن هذا المرض، سواء إله أو للناس المحيطين فيه. فهذه مهم كثير، مهم جدا كيف نظرتنا أو نظرة المجتمع أو المحيطين بالشخص المدمن للشخص المدمن، لأنه إذا نظرنا له بالنظرات السابقة حتكون نظرات ازدراء، حتكون نظرات دونية، حتزيد من المشكلة النفسية اللي عنده، لأنه مشكلة المرض الإدمان، يعني زي ما ذكروا الأساتذة قبلي أنه هو جزء من الأمراض النفسية، ولذلك يعالج هو في المستشفى النفسي، لأنه هو من ضمن المشاكل أو المشاكل النفسية، أو الإدمان والمشاكل النفسية يعني شيئين مشتركين، يعني كاد يعني لا يكاد يكون هناك شخص عنده إدمان إلا وعنده مشكلة نفسية أو مرض نفسي. فلازم ننتبه إلى هذا الموضوع. أسباب الإدمان يعني هاتي على الأسباب الاجتماعية، أذكر لكم يعني من القصص اللي أثرت فيها بشكل كبير جدا، يعني لما كنت بعمل
جلسة علاج جماعية لمجموعة من المرضى المدمنين، وكان عندي 4 أو 5 جالسين، وكنت بسألهم كيف كان يتعامل أهلكم معكم، كيف كان حياتكم عند أهلكم في البيت. فذكروا يعني كل واحد تكلم شوية عن وضعه مع أهله، واللي منفصل واللي مش عايش عند أهله واللي ترك أهله وهو صغير وكذا. ولما جاء الدور عند واحد عمره تقريبا فوق 60 سنة، 65 سنة وكذا، بدأت الدموع تنزل من عينه. فأنا في اللحظة هذه يعني بسأله بقول له، يعني هو بيقول لي إنه أهلي كل شيء كنت بعمله ما له قيمة كان عندهم. فسألت يعني كيف، فقال لي أنا من وأنا صغير دائما أهلي يقولوا لي إنك أنت لازم تكون يعني درجاتك ممتازة في المدرسة. إلي أخو أصغر مني كان مطيع لهم وكل ما يقولوا له أي شيء ينفذه، وأنا بالنسبة إلي يعني كان درجاتي يعني كويسة، ولكن أخوي كان متفوق أكثر مني، فكان دائما يقولوا لي إنك أنت مش اللي بتعمله هذا مش كافي، ما كان راضيين بالشيء اللي أنا بقدمه. وصلت إلى المرحلة الثانوية وحبيت أدخل الجامعة، فقلت لهم أنا ما بدي، يعني أنا بدي أختار الصحافة. فقالوا لي لا، لازم تدخل أنت كلية الحقوق، لأنه والدك قبل الحرب العالمية الثانية كان بدأ يدرس الحقوق في السنة الثانية تقريبا، وبعدين سحبوه على الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية فترك الدراسة. وبعد ما رجع من الحرب، يعني بعد فترة مش عارف سنة أو سنتين، لما رجع من الحرب ما استطاع يكمل الدراسة في كلية الحقوق، فعمل يعني تدريب مهني في البلدية، وأصبح يشتغل موظف حكومي في البلدية. ومن هذاك الوقت هو عنده نفسه أنه أولاده يتخرجوا يعني محامين، فقال أنا رفضت هذا الموضوع، لكن أهلي ما تقبلوا هذا الموضوع. أخي يعني مشى معهم ودخل كلية الحقوق ودرس وكذا وعمل الدكتوراه وأصبح أستاذ جامعي كمان في الحقوق، ولكن أنا اتجهت إلى الصحافة. كل ما أتي أزورهم يسمعوني إنه ليش أنت ما دخلت الصحافة، ليش ما دخلت أنت الحقوق، ليش أنت بقيت يعني خالفت رغبتنا والشيء اللي إحنا كنا من شايفين لك مستقبل كبير فيه. من كثر الضغط اللي عملوا لي يا أهلي، بيقول أخذت مرة استلمت الشيك تبعي راتب يعني شهر من عملي في الصحافة، بيقول ورحت أزورهم، فلما دخلت البيت رحت وضعت على الطاولة عندهم 3 شيكات بمبلغ تقريبا 20,000 مارك. قلت لهم هذا راتب اللي استلمته أنا من الصحافة لمدة شهر من عملي في الصحافة وكتابتي في المقالات يعني في الصحيفة. فقالوا له إنه يعني لو أنت سمعت كلامنا ودخلت كلية الحقوق لكنت استلمت مال أكثر من هذا المبلغ أو ضعف هذا المبلغ. فبيقول يعني أنا يعني فقدت السيطرة على نفسي، دموعي انهمرت، خرجت من البيت تركتهم، لأنه سنوات طويلة وأنا أحاول أرضيهم وأحاول أن أثبت لهم أني أنا أستطيع أن أنا أقدم شيء، فلقيت دائما منهم عدم القبول، عدم التقبل إلي أنا كشخص عندي رغبة معينة وعندي حرية في اختيار قراراتي. فرفضهم لهذا الموضوع أدى إلى أنه هو يدمن على الكحول، بدأت يعني عمله يقل، فقد أسرته، فقد يعني جزء كبير من عمله، وفي الأخير أصبح يعني مدمن، فقد يعني كمان يعني أصبح عنده مشاكل صحية. وبعدين جاء عندنا في المركز التأهيل، مركز العلاج النفسي والتأهيل، بيعيش يعني أيام آخر أيام حياته فيها بعد سنوات طويلة من المعاناة النفسية والعذاب النفسي بسبب عدم تقبل أهله إله. ويعني كان مصاب أيضا بالسرطان وتوفي يعني قبل فترة. يعني موضوع صراحة يعني أثر في نفسي كثيرا لما سمعته، هو يعني شخص فوق 60 سنة بينهمر دموعه وبيحكي عن كيف تعامل أهله معه في فترة طفولته ومراهقته. الأسباب اللي بتخلي الإنسان يتوجه إلى الإدمان، وهنا يعني لازم ننبه على نقطة معينة، ما في فرق بين الغني والفقير، الفرق فقط اللي بيخلي طفل أو مراهق أو إنسان يتجه إلى الإدمان. مثلا الفرق ما بين الغني والفقير إنه الغني بيستطيع يوفر يعني توفر له المادة للحصول على هذه الأشياء المدمنة اللي تؤدي إلى الإدمان، سواء كانت إدمان سلوكي أو إدمان مادة. الفقير بيضطر إنه يسرق، فبيضطر إنه هو بالإضافة إلى الإدمان إنه هو يقوم بجرم حتى يستطيع يوفر لنفسه هذه المواد.
أهم ثلاث أسباب رئيسية في الأسرة هو أنه الشخص هذا اللي بيتجه الإدمان بيشعر بأنه هو فاقد للطمأنينة والحماية، ما بيشعر بأنه مطمئن داخل الأسرة، ما بيشعر أنه هذه الأسرة بتحميه بتقدم له حماية، بيشعر أنه هو فاقد للمعاونة والعناية، يعني ما في أحد بيعتني فيه، ما في أحد بيعاونه. وكثير من المرضى اللي كنت يعني اشتغلت معاهم لما كنت بسألهم عن بداية تعاطيهم للمخدرات أو للكحول، يعني كلهم قالوا لي تقريبا ما بين 10 الى 12 سنه، يعني سن حرج جدا. فتخيلوا لما يكون طفل في عمر 10 او 12 سنه فاقد للشعور بالطمانينه داخل اسرته، فاقد للشعور بالحمايه، فاقد للشعور بالمعاونه، فاقد للشعور بالعنايه، فاقد للامان. يعني الاسره هي اللي المفروض تعطيه الامان، لما يكون شاعر انه هو مش في مكان يعني يستطيع أن يأمن على نفسه فيه ويشعر فيه بالأمان، ما يضرب، ما يهان، ما يعتدى على كرامته، يعني مش فقط حتى بالأسرة، يعني حتى كمان في التعامل مع الإنسان اللي بيتعاطى مثلا من سواء في بعض البلاد العربية أو بعض البلاد، يعني تعامل الأجهزة الأمنية كمان مع الشخص من الضرب، الإهانة، تكسيرة الكرامة. هذه الأمور تؤدي إلى زيادة الإدمان أصلا، مش أنه هو الإنسان يعني بطل الإدمان. أيضا كما ذكر الأساتذة الموضوع اللي هو المشاعر، موضوع المشاعر موضوع مهم جدا. لما ما يستطيع الشخص أنه يقدر يوصل إلى فهم مشاعره بعد ما يتعرض لصدمات أو إخفاقات أو مشاكل الحياة، هذه بتكون مشكلة أيضا من المشاكل أو من الأسباب التي تؤدي إلى التوجه إلى الإدمان. وحشرح شوية بعض الموضوع اللي هو المشاعر، وهذا هو أساس عندنا، أساس العلاج النفسي السلوكي. أنه لما تتولد عندي، لما يكون عندي أنا فكرة خطرت في بالي، هذه الفكرة تجعل مشاعر معينة عندي تتولد، وعلى أساس هذه المشاعر التي تولدت عندي بيؤدي أن أنا أقوم بسلوك معين. يعني مثلا لما يتصل علي شخص، لما أنا أتصل على شخص عفوا وهو ما يرد علي، بيأتي عندي فكرة، الفكرة هذه مثلا أنه لا والله الشخص شكله مطنشني اليوم، ما بده يحكي معي، مش حابب يحكي معي. شو الشعور لما أنا أفكر بهذا الشكل؟ شو الشعور اللي بيتولد عندي؟ أوكي خلاص، معناها أنا ما بحب هذا الشخص، بصبح عندي هيك غضب أو كره للشخص. أوكي، شو السلوك اللي بعمله؟ بمسح رقم تليفونه خلاص، ما بدي أي علاقة مع هذا الشخص. فهي الثلاثية هذه عندك عندنا منظومة مهمة في فهم المشاعر في فهم المشاعر، وفهم أيضا العلاج النفسي كيف بيقوم، العلاج النفسي السلوكي طبعا. يعني في أنواع مدارس كثيرة من العلاج، من ضمنها اللي هو العلاج النفسي السلوكي. فلما يكون عندي أنا الآن فكرة مثلا جاءت في بالي، تولدت عندي شعور معين، إذا ما استطعت أني أنا أتعامل مع الشعور هذا، السلوك تبعي حيكون محاولة لتهدئة هذا الشعور. يعني لما أنا أكون أشعر بالغضب، بحاول أعمل سلوك يخلي الغضب هذا عندي إيش يخف. حنأتي بعدين إن شاء الله نشرح هذا الموضوع بشكل، ححاول إن شاء الله أني أنا أختصر هنا. أيضا من الأمور اللي تؤدي إلى اتجاه الشخص إلى الإدمان هي تجارب الطفولة السيئة، يعني ذكروها الإخوة منهم الدكتور الأستاذ غدير. لما يتعرض الشخص إلى تجارب وأحداث سيئة سلبية، يعني مثل الإساءة العاطفية الجسدية أو الجنسية، يعني الاغتصاب أو الإهمال العاطفي، الأهل ما بيهتموا بمشاعر الأولاد، وهذا لازم نركز عليه ونحط تحتي 10 خطوط. المشاعر المشاعر مشاعر مشاعر الأولاد. لما ابني يجي يحكي لي والله يا بابا أنا خايف، يا ماما أنا حزين، يا بابا أنا غضبان، لازم نيجي نتكلم معه، ما نهمل العواطف هاي والمشاعر. لما طفلي يقول لي أنا خايف، هو معناها محتاج مني أن أنا أطمنه، محتاج أن أنا أعطيه أو أتكلم معه بأسلوب يخليه يطمئن. لما يكون غضبان، معناها هو عنده حاسس بأنه هو شيء بينقصه، محتاج أن أنا أتعامل معه مع هذا الشعور هذا. عفوا شوية الحلق عندي ناشف، حتى يهدئ من هذا إيش الشعور. فلازم نتعلم كوالدين أو كأهل كيف نتعامل مع مشاعر الأطفال، حتى ما يضطر طفلنا إلى بحث عن أي شيء آخر لتهدئة هذه العواطف والمشاعر في المستقبل،
منها طبعا الإدمان، ومنها كمان أيضا اللي هو البوردرلاين اللي هو إيش بيسموه بالعربي اللي هو اللي اضطر ان الطفل مثلا او خصوصا عند البنات مثلا لتجريح يدها، تجريح اليد او تجريح الفخذ او الانتقام من نفسه بتجريح نفسه حتى ايش يهدئ هذه المشاعر اللي موجوده عنده. انفصال الوالدين او طلاقهم، وهذه نقطه كمان مهمه، موضوع الانفصال الوالدين وطلاقهم، انه مش دائما بيكون السبب انه يؤدي للطفل انه يدخل الادمان، ولكن تعامل الوالدين مع الطفل في هذه الفتره بشكل سلبي او بشكل سيء بيؤدي الى انه هو مش عارف كيف يتعامل مع الحدث الجديد هذا. هم الان بيختلفوا مع بعض ومش مهتمين للطفل هذا، لمشاعر هذا الطفل كمان. هم عندهم اثنين مشاعر مضطربة ومشاكل وكذا، وبينسوا في هذا الوقت الطفل هذا المحتاج إلى كمان إنه حد يتكلم معه وأحد يعني يتحدث معه ويخفف من يعني من الأفكار اللي بصير تدور في باله والخوف اللي بيأتي إنه نحن الآن حننفصل يمكن ما أشوفش بابا وماما وكذا. أنا محتاج إنه أحد يتكلم معه ويوضح له بعض الأمور. ايضا موضوع انه طفل بيعيش في اسره مثلا فيها عنف زي ما ذكرنا، ايضا انه ممكن يكون يعيش في اسره احد افرادها مصاب باضطراب نفسي او سجين سابقا، وهذه التجارب يعني هذه البحث هذا عملوه في امريكا على مدى سنوات طويله مع عدد كبير من الناس، وجدوا انه تقريبا ثلث الأشخاص اللي ذهبوا إلى الانحراف أو إلى المرض النفسي أو الإدمان الأدوية والمخدرات، ثلث هذول الأشخاص يعني كانوا قد تعرضوا لتجارب طفولة مؤذية. طبعا مش كل من تعرض لهذه التجارب قد يذهب إلى الإدمان أو الاضطراب النفسي، ولكن من يتعرض لهذه التجارب حيصبح واحد من الاثنين، إما حيصبح عنده تتشكل عنده القدرة على الصمود أمام الأحداث ويصبح عنده مرونة نفسية بيستطيع أنه هو يتجاوز كل عقبة تأتي أمامه، أو أنه ينزلق يعني لا قدر الله في المرض النفسي أو في الاضطراب أو في الإدمان. لمحة هنا سريعة عن كيف الأولادنا بيتفاعلوا، احنا ذكرنا موضوع الانفصال وموضوع المشاكل الأسرية وموضوع كذا، كيف بيتفاعل الأولاد مع مشاكل الأهل والحياة؟ يعني هم ثلاث أنواع هنا لتفاعل الأولاد أو المراهقين مع المشاكل الأسرية أو مشاكل الأهل. في شخصية، في ناس، في أولاد أو بنات بيكون عندهم شخصية قوية ويتحملوا المشاكل والهموم، وهذولا ممكن يأتوا إلى الأهل حتى وكمان يقدموا لهم حلول، يعطوهم حلول، يا بابا طب ليش ما تعمل هيك، ماما ليش ما تعملي كذا. هذول الأولاد اللي عندهم شخصية قوية لازم إحنا نستفيد منهم ونقوي شخصيتهم أكثر بإننا نستمع لهم ونتحدث معهم وناخذ ونعطي معهم، يعني يكون في بيننا وبينهم حوار كويس. النوع الثاني، واحنا طبعا يعني مع النوع الاول لما نعمل هذه الخطوه احنا هيك بنساعده على انه كمان في المستقبل يتجاوز كل المشاكل والعقبات اللي ايش يعني بتواجهه. النوع الثاني اللي هو بيشعر بالقلق او الخوف، يعني بيكون دائما يشعر بالقلق والخوف، واي شيء بيتغير في البيت حوله بيخليه يصبح مشغول البال بيخليه مشغول البال، بيخليه حزين، بيخليه ينعزل أو بيقلل كلامه مع أهله، وهذا الشخص محتاج إن إحنا نتكلم معه، محتاج إن إحنا نطمنه، ما تخاف يا بابا، إحنا إن شاء الله يعني حتى لو انفصلت أنا وماما إحنا حنعمل كذا وكذا وكذا، حنضلنا نشوفك، إحنا بنحبك كذا، يعني نطمن هذا الطفل. وهذا الطفل لما بيوصل إله الشعور بالطمأنينة بيرجع إلى حياته الطبيعية سواء بالمدرسة أو بالبيت أو كذا، وبيقلل عزاله وبيقل إيش حزنه. في الشخص الحساس جدا، وهذا اللي لازم ننتبه عليه، الشخص الحساس جدا هذا اللي بتأثر فيه كل صغيرة وكبيرة، يعني ما بيستطيع يأكل كويس، ما بيستطيع يشرب كويس، ما بيستطيع ينام كويس، بصير عنده اضطراب لأنه حس إنه في تغير، حس إنه أهله حينفصلوا، حس إنه كذا. هذا الطفل الحساس لازم إحنا ننتبه عليه،
لأنه اللي عنده حزن بيكون كبير أو خوف أو قلق، وهذا الطفل لما نعطيه إحنا معلومات كثيرة عن الأحداث اللي حتصير هذا ممكن يأثر عليه أكثر بشكل سلبي، مش حيساعده إنه هو يخفف الخوف تبعه والحزن، لا، هذا إحنا لازم نطمنه، لازم نطمنه ولازم ندربه على كيف يواجه هو المشاكل الحياتية، لأنه إذا ما استطاع يتعامل مع المشاكل بسبب حساسيته هذه حيؤدي إلى أنه هو إيش يتجه إلى الإدمان أو يتجه إلى أو يصبح عنده لا قدر الله يعني مرض نفسي أو اضطراب في الشخصية. كيف الآن بصير دوامة الإدمان؟ وهي يعني مهم حتى نعرفها، وهي فعلا كدوامة، يعني اللي بيشوف الـ كيف الدوامة في البحر بتكون، أنت ما بتكون شايف إيش تحت الماء، ولكن بتكون شايف فقط هذا النقطة السوداء. صحيح الواحد بيخاف منها بس ممكن يقدم عليها، ولكن الواحد مش شايف هو في الأسفل إيش موجود. مهم أيضا نعرف إنه الإدمان في هناك نوعين، يعني من الإدمان، إدمان المواد منها المخدرات أو الأدوية أو الكحول، يعني في بعض الناس بيكون عندها إدمان أدوية، تأخذ الأدوية من تبعت أهلها، في بعض الأدوية اللي هي مثلا تبعت الأوجاع أو الآلام أو كذا، مثلا ترامادول أو كذا، ممكن بعض الأهل بيأخذوها بسبب مثلا عملية ركب أو عملية كتف أو عملية حوض أو كذا، من العمليات الكبيرة اللي هي تحتاج إلى أدوية قوية شوية لتسكين الألم. ممكن بعض الأولاد إذا ما وجد المادة المخدرة ممكن أن يتجه يأخذ الأدوية هذه من الآن، فاللي عنده أدوية ممكن تؤدي إلى الإدمان ينتبه عليها، خصوصا إذا عنده أطفال أو عنده مراهقين. وكمان عندنا موضوع اللي هو الإدمان السلوك، يعني إدمان الإنترنت، الألعاب، حتى مواقع الإباحية، وهذا كمان منتشر يعني بشكل كبير عند الشباب، وخصوصا الآن مع توفر صفحات الإباحية بشكل كبير وإمكانية الوصول إليها من كل شخص، يعني ما أصبحت شيء يعني صعب. الدوامة تبدأ بأنه يكون الإنسان عنده اضطراب داخلي أو عنده فضول أو عنده أصبح رغبة ملحة أو شعور بعدم الأمان أو مشاكل أو ما شابهه، هذه بتخلي أنه يصير عنده مشاعر غير مرغوب فيها، زي ما ذكرنا مشاعر إيش سلبية. المشاعر السلبية هذه بتخليه يتجه إلى أخذ مادة مخدرة مثلاً أو سلوك كحل، يعني حتى أحل أنا وأخفف هذا الشعور السلبي اللي عندي والضغط اللي موجود عندي، أفتح الثلاجة وأكل، أفتح التلفزيون وأجلس أمامه، أمسك الهندي وأجلس عليه ساعات طويلة، أو أخذ مثلاً تناول شيء مثلاً الكحول، ولا أبدأ في مثلاً بصحبة يعني سوء إنه يعطوني مثلاً مواد مخدرة حتى أخفف إيش من هذه حدة هذه المشاعر اللي مخلياني عندي عصبية وعندي غضب وعندي كره وعندي يعني مشاعر سلبية. إذا تكرر هذا الموضوع أكثر من مرة بيصبح عندي تعود، لما يكثر التعود بيصير عندي أنا إساءة لاستخدام المادة هذه أو السلوك، يعني بصبح أستخدم المادة في غير محلها، سواء كان مثلا التلفزيون او الاكل او الانترنت او الالعاب الالكترونيه الى اخره، بس هي استخدام هذه المواد او الادويه مثلا، بس هي استخدامها وبتصير عندي هذا الموضوع بيصبح كسلوك، يعني هذا السلوك او هذا الماده بتصبح عندي طريقه حل دائمه، كل ما جاء عندي هذه المشاعر السلبيه اذهب الى هذا السلوك او اذهب الى هذا ايش او اذهب الى هذه الماده، حتى أصل إلى فترة أفقد فيها السيطرة، ما أستطيع أني أنا أسيطر على الكمية والوقت والشيء اللي أخذه، كل ما بيصبح عندي المشاعر هذه موجودة أتجه على طول إلى إيش؟ إلى هذا السلوك أو إلى هذه أو إلى هذا الحل أو إلى هذه المادة. أدخل الآن دوامة الإدمان، بدأ الإنسان هو يدخل الآن دوامة الإدمان، يبدأ ينزل الآن إلى الأسفل، ينزل إلى الأسفل لأنه المشاكل الرئيسية القديمة زي ما هي باقية بلا حل، وقدوم مشاكل أخرى، مشاكل الأخرى بتخليني أفقد شعوري بقيمتي وأفقد ثقتي بنفسي واكتئاب، تكون عندي مشاعر الإنكار والخجل ثم العزلة ثم الاستسلام، وأصبح أشعر بأني عندي شلل في التغيير، لا أستطيع، يكون هنا الإنسان إيش في القاع، لما يوصل إلى القاع لا يستطيع بعد ذلك إنه هو إيش يخرج منه إلا بمساعدة.
يعني كيف نتخلص أو كيف يعني كيف نقي أولادنا ومن حولنا من موضوع الإدمان؟ نصيحتين مهمتين، يعني النصيحة الأولى هي تقوية صلة الوالدين بالأولاد. كيف بتكون هذه كيف نقوي صلة الوالدين أو كيف الوالدين يقوي صلتهم بأولادهم؟ يعطوهم الشعور بالطمأنينة والحماية، يشعروهم بالمعاونة والعناية، يشعروهم بالأمان، ويحاولوا يفهموا معهم المشاعر اللي بتظهر عندهم، ويحاولوا يوصلوا لهم يعني يعطوهم القدرات على الوصول إلى فهم مشاعرهم، خصوصا بعد إذا تعرضوا لإخفاقات مثلا في الدراسة أو في العمل أو في المدرسة أو في مشاكل حياتية أخرى تعرضوا لهم. نقطة مهمة وذكرتها أنا كمان في خلال كلامي، مهارات حل المشكلات مهمة جدا. يعني لما بتعرض لصدمات أو بتعرض لإخفاقات لازم أتعلم كيف أتعامل مع هاي المشكلات. كثير من المدمنين ما عندهم القدرة على حل المشكلة، لذلك زي ما ذكرت الأخت الأستاذة غدير، لما بيخرج من الإدمان وبعد سنة أو سنتين من العلاج وكذا، يعني أول ما يخرج إلى الخارج للمجتمع يواجه أول مشكلة بيعود يرجع إلى الإدمان، لأنه ما تعود حل المشكلات وما تعود على أنه اتخذ القرار. أنا أتعود على أن أتخذ القرار، فهذا لازم تكون من ضمن أولويات الأهل، أنه يعودوا أولادهم على حل مشكلاتهم. لما الولد يضرب مثلا أخوه، بنيجي بنقول له بابا أنت ليش ضربت أخوك؟ هو ضربني. يعني أنت لما هو ضربك فأنت ضربته، فهل هذا هو الحل؟ هيقول له لأنه هو ممكن ما سمع غير هذا الحل. طيب يا بابا في حل تاني ممكن أنك أنت تعمله لما أخوك يعمل معك هذا السوق؟ ممكن أجي أحكي لك، ممكن أروح أحكي لماما، ممكن أحكي معه وأقول له أنا ما بدي أحكي معك اليوم كله، ما حخليك تلعب معي. فبصير الولد إيش يوجد حلول للمشاكل. فكل ما علمنا أولادنا أنهم يبتكروا حلول للمشكلات، كل ما كان ساعدناهم في المستقبل على تخطي جميع المشاكل وابتعادهم عن موضوع الإدمان والمشاكل النفسية. مهارات التواصل الفعال، وهي مهمة جدا أنه ننتبه على المراهقين خصوصا اللي عندهم جوالات أو إنترنت، أنه بيقضي ساعات طويلة على الجوال، هذا بيعيش في السوشيال ميديا أو في الألعاب اللي بيلعبها ومنفصل عن المجتمع. لما بيجلس في جلسة عائلية بيكون ماسك الهندي ما بيتكلم مع أحد، أو ماسك الجوال ما بيتكلم مع أحد، فهذا الانفصال الفترة بيؤدي على أنه يخاف بعدين في المستقبل يتعامل مع المجتمع، لأنه هو أصبح انعزل فترة عنه، فبصير عنده خوف على أنه هو يدخل في المجتمع مرة أخرى، نسميها اللي هو السوشيال فوبيا. يعني بصير عنده خوف من التعامل مع إيش، مع المجتمع إذا انعزل فترة. فلازم ننتبه على أنه أولادنا دائما يكون عندهم تواصل فعال مع المحيط اللي هم فيه. وايضا يعني نكثر من انه العقاب بيكون في مثلا اذا يعني اولادنا عملوا سلوك مش معين او كذا، انه يكون العقاب هو انه يحرم من مثلا من الانترنت او الجوال مده نصف يوم. يعني انا ما تمنعنا بالغ ونقول له اسبوع وشهر وكذا، لا ساعه يكفي. لو عملناها كعقاب ساعه حتى نخفف من عمليه ايش الادمان على وسائل التواصل او الالعاب او كذا، نحرمه من البلاي ستيشن مثلا ساعتين، نحرمه من التلفزيون أو من الجوال أو من الإنترنت لمدة ساعة أو ساعتين، حتى ما نخليه دائما مستمر في طلب هذا إيش هذه المادة اللي بتأدي إلى أنه هو يصبح مدمن عليها. النقطة الأخرى أيضا اللي هي تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى، يعني لازم يعني هذا من ضمن النقاط المهمة واللي ذكرت، أنه الدين هو عامل مهم في الوقاية من الإدمان، وهو عامل مهم أيضا للخروج منه، ولكن لازم ننتبه إنه الدين لازم الدين يؤدي إلى أني أقوم من هذا العمل، مش إني أنا أنتكس أكثر. يعني في بعض الناس بيتهموا الناس مثلا اللي عندهم إدمان أو عندهم مشاكل نفسية بأنك أنت يعني ابتليت بهذا الشيء لأنك مبتعد عن الله وبعيد عن الله وأنك عاصي وبتصليش وكذا وكذا، فهذا سبب أنك أنت تدخل في هذه المشكلة، سبب أنك يصير عندك هذا الموضوع. لا، هو طبعا هذا مش صحيح. يعني كما قال الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، وهذه من أحب المقولات اللي أسمعها أو قرأتها عنه، يعني اللي هو مهمة الدين إذا رأى عاثر أن يعينه على النهوض لا أن يتقدم للإجهاز عليه. يعني لازم هذه تكون يعني موجودة في كل بيتك، في كل أسرة، وفي كل إنسان بيتعامل يعني مع مراهقين ومع شباب، إنه إحنا الدين لازم نخليه حافز للأولاد إنهم يبتعدوا عن المعاصي، مش إنهم نضغط عليهم أكثر ونخليهم
يدخلوا في يعني ازداد تعاملهم مع السلوك السيء بشكل أكبر. مراجعة سريعة لعلاج الإدمان، هناك علاج دوائي ولكن لوحده لا يكفي، هناك علاج نفسي منه مثلا العلاج الجدلي السلوكي كما ذكرت أخت غدير اللي هو الدي بي تي، وهذا كمان لوحده لا يكفي. العلاج الاجتماعي لوحده لا يكفي، يعني الأب والأم أو الأهل اللي بيكونوا بيقولوا إحنا حنعالج ابننا لوحدنا ونخليه في البيت ونمنع عنه المصروف ونمنع كذا، العلاج اللي هو الأسري لوحده أيضا كمان لا يكفي. والعلاج الروحي لوحده، لما نقول لواحد أنت مثلا عندك إدمان روح صلي وصوم وقرأ قرآن وإن شاء الله يعني ربنا بيشفيك، فلازم تتكاتف هذه الأمور كلها مع بعض حتى نصل إلى إيش، إلى علاج للإدمان. وفي عندي نماذج كثيرة يعني الحمد لله تخلصوا من من الإدمان، ويعني أحد المرضى كان عندنا وبعد سنوات أصبح يشتغل موظف عندنا أخصائي في المستشفى سبحان الله يعني. بس طبعا الكنيسة كانت لعبت دور كبير في علاج هذا الشخص، يعني عمل علاج دوائي ونفسي ويعني اجتماعي لأنه هو احتضن أيضا من ضمن الكنيسة، فأدى إلى أنه يدعم. فلو إحنا كان عندنا إن شاء الله المساجد أو الأئمة أو كذا يساهموا أيضا في العلاج الروحي لهؤلاء المرضى حيكون إن شاء الله في نتائج إيجابية كبيرة. أخيرا، هو المرض هو مرض يمكن علاجه، ولكن متابعة الوقاية منه مستمرة مدى الحياة، زي مرض السكر أو السمنة. مش يكتفي الواحد أن يعمل أخذ أدوية وعمل حمية وكذا وانخفضت المعدلات الحيوية في المختبر من المختبر وأصبحت يعني في المعدل الطبيعي أنه خلاص انتهى الموضوع، لا، مريض السمنة مثلا لازم ينتبه أنه ما يعاود يرجع مرة ثانية إلى السمنة، مريض السكر لازم ينتبه أنه ما يرجع للسكر. فهذا موضوع العلاج الإدمان أنه لازم ننتبه دائما أنه هو الوقاية منه مستمرة مدى الحياة حتى ما تحدث إيش انتكاسة. بارك الله فيكم، شكرا لحسن الاستماع، وتمنى ما أكون أطلت يا دكتور. الله يبارك فيكم، بالعكس أنت لم تطل، أنت أبدعت يعني، وختامها كان مسك صراحة، محاضرات رائعة جدا، معلومات قيمة. الله يبارك فيكم جميعا وربنا يتقبل منكم. يعني أنا بدي أفتح مجال للأسئلة من كثر التعليقات والتفاعل من الحضور في هذه المحاضرات الرائعة، سواء كان من دكتور مصطفى ومن حضرتك ومن الأستاذ غدير. يعني بدي أحاول قدر الإمكان، كان في سؤال بالنسبة للإدمان على المسلسلات الرمضانية، الإدمان على السوشيال ميديا، سواء كان من الأطفال من المراهقين حتى من اللي هو الكبار. يعني في كثير من المسلمين من يجلس أمام التلفاز في رمضان ساعات طويلة، وفي تعليق من الأخت سينب في بعض الأحيان الحرمان مطلوب يترافق مع الشرح وإيجاد البدائل لاحقا، وهذا موجود في بعض العلاجات الاجتماعية والنفسية. أعتقد هذا موجه للأستاذ وسام إذا تتفق مع هذا القول يعني، أو إذا عندك تعليق عليه. وكان تفاعل رائع جدا من الأستاذ أيمن قدورة يعني على طوال المحاضرات، الله يبارك فيكم. فاللي حاب يعلق على موضوع المسلسلات مبدئيا، وبعد ذلك على تعليق الأخت زينب. هو موجه لي ولا الآن للأساتذة؟ والله يتفضلوا يعني، اللي عنده خبرة فليدلو بدلوه. يعني هو ما نقدر نقول إحنا الإدمان على مسلسلات رمضان، يعني إذا كان هي كم حلقة وبتنتهي ما هو إدمان. يعني الدكتور مصطفى الله يجزيه خير بالبداية ذكر يعني كيف الموضوع الإدمان، يعني إذا كان الزوجة أو الأب أو الطفل أو الشاب أو الكذا اللي بيتابع مسلسل معين ما تستطيع تقومه عن المسلسل، مهمل للصلاة وصيامه ونظافته الشخصية ومدرسته وكل الأمور اللي حواليه تاركها ومركز في هذا الموضوع، هذا بصير إدمان. بس إذا هو عنده وقت معين بيتابع فيه شيء معين، ما بنقدر نقول عن إنه هو إدمان. يعني مدام هو في الإطار العادي يعني. والزوجة أو الزوج ما بيهمل البيت والأمور اللي حواليه، فما بنقدر نتكلم عن الإدمان. أنا شفت هنا تعليق اللي هو المنع والحرمان ليس علاج. إحنا ما بنتكلم على إنه المنع والحرمان في على الصغيرة والكبيرة، ولكن أنا أقصد إحنا نركز على إنه لو ابننا عمل سلوك معين يكون من ضمن المنع أو الحرمان اللي هو موضوع الشيء اللي هو ممكن يكون في المستقبل له يعني فيه إدمان، اللي هو مثلا موضوع الجوال.
يعني كثير من الشباب، وأنا بشتغل في مع المراهقين والأطفال في العلاج النفسي، يعني ما يكاد يكون واحد منهم ما عنده جوال. يعني حتى في أولاد بيأتونا 6 سنوات وبيكون عنده جوال، الأم أو الأب بيخلوه طول الوقت جالسين على هذا الجوال. للأسف أنه أصبحت حتى كمان الأهل أصبح سلوك عندهم أنه بيعتمدوا على أنه الجوال أو الإنترنت أو التلفزيون أو حتى اليوتيوب أو القنوات وكذا، هذه أصبحت كبيبي ستر. يعني بنحط الولد أو البنت أمام الشاشة وخلاص اتركني بس في حالي، خليني أخلص شغل البيت، خليني أعمل كذا. فهذا أصبح بيبي ستر، يعني ما أصبح يعني وسيلة تربوية أو وسيلة كذا. فلازم ننتبه أيضا إحنا كأهل ما نشارك أولادنا أنهم يصير عندهم إدمان لهذا الموضوع. وكثير من المشاكل الآدي هاس اللي هو فرط الحركة، موضوع الأوتسموس اللي هو شو بيسموه بالعربي توحد، كثير من الأسباب يعني أيضا هو موضوع التلفزيون والانعزال عن المجتمع. هو بيجلس أمام التلفزيون، وخصوصا موضوع اللي هو الهايبرلينك، هذا اللي هو واحد وراء الآخر واحد وراء الآخر، بيخلي موضوع التركيز عند الأولاد يعني بينزل إلى مستوى صعب. يعني إذا في طفل بيشتكي إنه هو مش قادر يركز في المدرسة، أو الأهل بيشتكوا من التركيز، أول سؤال بنسألهم قديش كم ساعة بيجلس على الإنترنت، كم ساعة بتعطوه الجوال في اليوم. يعني هل في توصيات من الناحية العلمية يعني أو الطبية بعدد الساعات اللي ممكن يجلس فيها الطفل بشكل صحي أمام شاشة؟ يعني أنا بشوف تحت 3-4 سنوات ما في لا تلفزيون ولا إنترنت ولا جوال خالص بتاتا، لأنه هذا الطفل الآن في مرحلة البناء العصبي تبعه. إحنا إذا بغذينا في هذا الفترة حنعمل تشوش وتشتت للطفل في هذه الفترة. غير هيك أنه أيضا الأخصائيين اللي هم الأخصائيين النفس عصبيين بيقولوا أنه الطفل بيحتاج عنده فاز عنده 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 يعني وقت بيحتاج فيه إلى أنه بيكون في نشاط للدماغ، ومفروض يأتي وقت إلى يكون فيه يعني ينزل إلى السكون حتى ينام. فإذا كان التلفزيون أو الجوال شغال طول الوقت، فهو بيعطي نبضات عصبية بيخلي الدماغ دائما شغال، ما بيأتي إلى السكون، ما بينزل إلى الهدوء، وهذا اللي بيؤدي له هو فرط الحركة، وبيؤدي بعدين إلى الأوتسموس أو الشغلات هذه. فلازم ننتبه إنه مثلا تحت 3-4 سنوات ما في إنترنت أو تلفزيون حتى خالص. بعد هذا ممكن يكون بمعدل مثلا نصف ساعة، مثلا نقول إلى عند يعني 8 سنوات أو كذا، نصف ساعة مثلا الجوال، ساعة ممكن التلفزيون، على برامج إحنا نختار له إياها. ما نترك له موضوع اليوتيوب، لأنه اليوتيوب أو التيك توك أو كذا هو التقلب، هذا تقلب ال إيش بيسموها الشغلات المعروضة، بتأدي إلى أن الطفل ما أول شيء ما يركز ما حكينا، بعدين أنه بصير عنده سرعة ملل. وذلك بنسمع عند كثير من الأولاد اللي هم يعني في سن 7-8-10 سنوات أو حتى 5 سنوات، بيقول لك بابا اسمي لانجفايلش، بابا اسمي لانجفايلش. يعني هذا موضوع أن أنا عندي ملل مش عارف إيش أعمل، بس أول شيء تسمخن لما تأخذ منه الجوال 5 دقائق بيقول لك بابا اسمي لانجفايلش، أو تطفي التلفزيون لأنه ما تعود أنه في عنده بديل آخر، ممكن يلعب مع أخواته، يلعب كورة، يخرج مثلا في الشبيل بلاتس أو كذا. الله يبارك فيك. ممكن نأخذ سؤال من الجمهور. الأستاذ أيمن قدورة رافع إيده، تفضل. ممكن لو جهاد لو سمحت نشيل الشتمشل. تحياتي دكاترة، ألف ألف شكر. أيمن قدورة، طبيب أشعة بالمد فرنسا. وحياكم. سؤالي للدكاترة ولا اللي بحب يجاوب أو القدير، أنا فقط علقت على موضوع الإدمان وموضوع المنع. هلأ حسب انا بتابع سويدر، انا متخصص نوعا ما بال MRI بالنيورو راديولوجي، ومنتابع احيانا بعض الاطفال في الامور النفسيه والعصبيه. في موضوع الحرمان في مدرسه السي ان في النون فايولنت كوميونيكيشن، فالنون فايولنت كوميونيكيشن هي مدرسه كما معروفه الاخصائيين بيعرفوها، بتقول انه يعني موضوع الحرمان او حتى الهدايا أحياناً قد يكون فيها نوع من العنف بالنسبة للطفل في ناحية استيعابه لموضوع القيم.
فلذلك يعني الأفضل هو أنه بناء نوع من الحوار والفهم والوقاية بشكل أنه الطفل أو الطفلة لما تأخذ هاي الأمور أنه ما يصير الأمور مع التعامل معه، ولا إذا بتعمل هيك بعطيك هيك، وإذا ما بتعمل هيك بعاقبك بكذا. فقط أنا من هذا الناحية كان تعليقي على موضوع سواء أو المنع أو حتى الهدايا، لأنه أحيانا خاصة لما بكون في عدة أطفال، وكما تفضل الدكتور ذكر على زميل المريض الألماني اللي كان صحفي وكان أبوه بحد إياه محامي وكذا، فهذا بحد ذاته قد يخلق جراح نرجسية قد يصعب مداواتها فيما بعد. وشكرا لكم حبيبي. الله يبارك فيكم دكتور أيمن. هل في تعليق من المحاضرين؟ طبعا أنا يعني هو الدكتور أيمن يعني جابها يعني على الوتر الحساس في موضوع حتى في موضوع اللي هو البلونوم، في موضوع أنك أنت تعطي جائزة للطفل على الإنجازات. ففي كثير من المدارس خاصة عندنا في 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 ألمانيا يعني حتى في التعامل مع طلاب المدارس في المدارس العربية على الإنجاز بعطوه هدية، وهذه الهدية تتمثل بالحلويات. فيعني هل هذا يعتبر شيء يعني إيجابي في عملية التربية؟ فما رأيكم من هذه من هذا المنظور؟ الله يبارك فيكم. وأنا ممكن أضيف كلمة في هذا السياق، إن الوسط جميل، يعني لا إن أنا أصل إلى مرحلة الحرمان، ولا أصل إن أنا كل شيء الطفل بيبقى محتاجه إن أنا ألبيه، تمام؟ والشيء اللي ذكره الأستاذ وسام هام للغاية، اللي هي موضوع الملل، يعني يقول لك إيه أصل أنا عندي ملل، وكأن الأب هو الإنسان اللي يعني إيه بيشتغل عشان يزيل هذا الملل. لا، الطفل ممكن يمل شوية، ممكن يمل 10 دقائق أو أي شخص. ما هي دي مشكلة برضو في موضوع الإدمان، يقول لك أصلا مش لاقي حاجة أعملها، فأعمل إيه؟ أروح أدمن. لا، أنا ممكن في أوقات لابد أن أتقبل إن أنا ما عنديش حاجة أعملها، وأدور على شيء، أدور على بدائل، وده هم جدا في موضوع الإدمان بالذات. أستاذ غدير تفضلي. ممكن أضيف شغلة كمان، يعني قبل ما إحنا نبدأ في نظام المكافآت، طبعا هو نظام المكافآت موجود في العقل وهذا إحنا بنعرفه، وكمان موجود في حياتنا الطبيعية. يعني مثلا إذا أنا درست ممكن أحصل شهادة معينة، إذا أنا حصلت شهادة معينة الشهادة هي بتسمح لي أني أدرس دراسة معينة وهكذا، يعني هيك بيستمر مدى الحياة. فنظام المكافأة والمعاقبة كمان موجود، لكن قبل ما نبدأ في المكافأة والمعاقبة لابد من أنه نشرح شو القيم أو المبادئ أو المحتوى اللي إحنا بدنا فعلاً إنه ينبت فيه الطفل. فقبل ما نبدأ في المكافأة أو المعاقبة ضروري إنه ننور الطفل على بالأمور اللي إحنا حابين نزرعها فيه، ومن بعدها ممكن للتشجيع إنه نكافئه بأشياء بسيطة، طبعاً أشياء رمزية، ضروري إنها تكون أشياء رمزية، ما تكون مثلاً نعطيه آيفون لأنه راح صلى مرة، فلازم يكون ضمن المعقول. أستاذ وسام، في عندك تعليق بهذا على هذا الخصوص؟ ولا ناخذ سؤال من الجمهور لأنه في سؤالين. المايك عنده مقفول. مايك جهاد لو سمحت إذا يعني ترفع المايك عن الجميع. مرحبا. نعم الآن اشتغل. النقطة اللي ذكرها الدكتور مصطفى ممتازة جدا، هي موضوع الملل. لازم الطفل يوصل إلى الملل. الوصول أطفالنا إلى الملل معناها بداية الإبداع. إذا أصبح يوصل إلى ملل ومل، هنقول له طيب الآن اقضي وقتك في شيء، فهو حيجد يعني أكيد حيجد لعبة أو شيء يسلي فيها وقته. ولكن لازم نخلي أولادنا يوصلوا إلى الملل، مش إنه إحنا نشوف إنه والله إذا وصل الملل معناها أوكي يعني ابني حيصبح تعيس. لا بالعكس، لازم نخليه يوصل إلى الملل علشان يبدأ يبدع. وبعد شوية يعني لو تركته الطفل بعد 5 أو 10 دقائق مثلاً، هتلاقيه وجد شيء يلعب فيه، ممكن يروح على الألعاب تبعته إذا كان سيارة أو إذا كانت عروسة أو إذا كان كذا، ويبدأ الطفل أو الطفلة يبدأ يلعب فيها. فهذه نقطة مهمة إن شاء الله. تمام، نأخذ سؤال الأستاذ شاكر خطيب وبعدين أمير زروب.
بشكركم كثير على المحاضرة القيمة. أنا شاكر الخطيب من الأردن، أخصائي علاج ألم مزمن وإلي خبرة طويلة في بريطانيا في مجال علاج الألم. لاحظنا خلال السنوات 10 و15 الماضية اللي هو الأدوية ترامادول ما كانش دواء يعني على لائحة الأدوية اللي بتحتاج يعني وصفة طبية. البريجابالين، الجابابنتين، الأدوية اللي بيستعملوها للصرع وتستعمل في علاج الألم وفي علاج أمراض العضلات ما كانتش كمان على قائمة الأدوية اللي بتحتاج إلى وصف طبية، لكن مع الأيام وجدوا أنه في إدمان كبير على هاي الأدوية، خاصة اللي هي البريجابالين منتشر بشكل كبير. ترامادول منتشر كتير خاصة في غزة، الاحتلال بيسهل دخول الترامادول إلى غزة بطرق مختلفة، وللأسف الترامال أو ترامادول اللي بوصل لغزة عبارة عن دواء خطير لأنه ليس دواء طبي ولكن مضاف إليه حسب ما عملوا تحليلات في غزة اللي هو زرنيخ الفيران وفي أدوية أخرى معاه، بحيث أنه الإنسان يدمن عليها وإلى تأثيرات سلبية كبيرة على الإنسان. الحمد لله في غزة رجل وزوجته تبرعوا بإنشاء مركز لعلاج الإدمان خاصة الترامادول، وهو مركز في جباليا، ولهم دور كبير لكن إمكانيات محدودة. من الأشياء المهمة عندهم أنه اللي بكون مدمن على الترامادول ترامال بيدخلوه عنده في المركز بعد أسبوع لأن إمكانياتهم قليلة، لكن بتعاونوا مع الأهل فبيخلوه يطلع يرجع على البيت عند أهله، وأهله بيصيروا هم يشاركوا في العلاج ويبلغوا المركز يعني بتطورات، وإنه يعني إذا حسن سلوكه وحسن تصرفه، لأن زي ما بنعرف إنه ترامال مشكلة كبيرة في غزة وفي عقوبات جنائية عليها، واللي بنمسك منهم يعني بدخل السجن في غزة. خبرتنا مع الأدوية اللي هي البنزوديازيبينز خاصة الديازيبام كان زمان دكاترة كثير يكتبوا لأنه مرخي للعضلات وبيساهم إنه العضلات اللي بتكون متشنجة يعني تهدى وبالتالي يعني بيساعد في علاج الألم، لكن وجدوا إنه في نسبة إدمان عالية عند المرضى. ويعني خلال بتذكر يعني من 10 سنين 15 سنة كل المرضى اللي يعني بياخذوا أدوية البنزوديازيبينز يعني بنحاول تدريجيا يعني نحولهم لأدوية أخرى. شكرا، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا على الإضافة. الأستاذ أمير. مرحبا جميعا، أنا دكتور أمير زارب، أخصائي الطب النفسي والعلاج السلوكي في ألمانيا، أعمل حاليا كأوبا أرتست في ألمانيا. طبعا مشكورين جدا. حابب أنه أعلق على موضوع الحرمان أو موضوع أنه الواحد أنه يدي الطفل شيء كبلونونج. هالشيء طبعا إحنا متعودين عليه من زمان أنه لو عملت هالشيء راح أدي لك إياه. أنا حابب بس أعقب على الموضوع، يعني أنا دكتور يعني مش دكتور أطفال، يعني مش كندان يونغ بتشيعتها، بس الموضوع لازم إنه الواحد ياخده بأسلوب إنه دائما يكون في كوميونيكاسيون، لازم يكون في تواصل مع الأطفال، يكون في تواصل. ليش أنا هسا ما بديله الجوال؟ ليش أنا ما بديله الآيباد؟ ليش بصير هيك؟ فهذه الحاجة اللي أنا عقبت عليها يمكن في التعليقات إنه دي بي تي ما بيصير لعلاج الأبينج شكايت سندروم أو أي إشي من أنواع الزخت يعني أو من أنواع الإدمان، لأنه ما بيصير إنه الواحد لازم يكون في كوميونيكاسيون، فعشان هيك لازم يكون في علاج سلوكي، يعني إنه يكون في دائما أنا بابا مش راح أحرمك من هالموضوع أو إنه أنت عندك بس ساعة، فالطفل راح يحس إنه في زي كنترول على عليه، وفراح يكون دائما عنده إحساس لازم أكسر القواعد لما أبوي أو أمي ما يكونوا في البيت. فمشان هيك ما بيصير إنه في عقاب لما يكون في شيء غلط أو يكون في تشجيع لما اللي يعمل شيء منيح.
فبنحكى دائما في الطب النفسي، يمكن الأساتذة والدكاترة الموجودين بيعرفوا انه لازم يكون في حاجة اسمها كيس لاك خايس، انه الشخص يتعامل مع اطفاله على زي مثلا فرويندلش دومينانت، يعني انه دائما يحكي له انه بابا انا حابب انه احكي لك هالشغله، ليش انا مش ما بدي اديك هالشغله. فلما يكون في سبب ساعتها بيكون انه الطفل ما بده يعمل الشغله هي لانه هو مقتنع، فما بيصير انه من موضوع الخوف، انا هلا محروم، انا هلا ممنوع، فمش لازم انه يصير في تسليم مثلا الجوال بعد 30 دقيقه بالضبط، انه هو الطفل بيكون مسؤول من حاله. وهذه الحاجه برضو مهمه جدا في موضوع علاج الادمان، انه المدمن من نفسه بيحب انه يتعالج او يواصل علاجه مع الناس اللي بيشتغل معهم امبولانت، لانه موضوع العلاج النفسي او العلاج النفسي عند المدمنين محتاج متابعه زي ما تفضلوا الجميع. تحياتي وشكرا جميعا. الله يبارك فيك دكتورنا على الاضافه، رائعه جدا. الله يجزاك خير. ممكن بس توضيح؟ طبعا الدي بي تي يعني الاصلي يعني اللي نعمل مع ماش لينهن كان لعلاج الشخصيه الحديه او البوردر لاين، ولكن في السنوات يعني هذا كان تقريبا يمكن اكثر من 15 20 سنه تقريبا مع موجه العلاج النفسي الثالثه، بعدها في الفترات الماضيه تفرع عن العلاج اللي هو الجدلي السلوكي، علاج جدلي سلوكي متخصص للادمان، علاج جدلي سلوكي متخصص للتراوما او اللي هو الصدمات، علاج متخصص جدلي للاطفال والمراهقين، لانه هذول يعني السبب في العلاج الجدلي السلوكي انه هو عنده مشكله في التعامل مع مشاعر، وعنده مشكله في التعامل مع المحيط، لانه اللي هو بسموه ميتاناندا يعني اللي هو ايش بسموها العلاقات الاجتماعيه، عنده مشكله في العلاقات في التعامل مع المجتمع او مع المحيط له كعلاقات اجتماعيه او التعامل مع مشاعره انزبايد. فالعلاج الجدلي السلوكي يعني على حسب اخر الاحصائيات قالوا ان نسبه نجاح العلاج الجدلي السلوكي تقريبا 70 الى 75% مقارنه بعلاج اللي هو السي بي تي اللي هو العلاج المعرفي السلوكي تقريبا 40%. ففي فرق كبير في العلاج، يعني لما نتعامل مع مريض النفسي مع مريض عفوا الادمان بالعلاج اللي هو السلوكي نسبه النجاح حتكون ضعيفه مقارنه بالعلاج الجدلي السلوكي. بالنسبه للحرمان والعقاب احنا ما بنتكلم على يعني طبعا هو في شروط معينه يعني تفصيل طويل لموضوع زي ما ذكرت اخت غدير في هذا الموضوع، ولكن انا اللي حبيت اذكره في موضوع العقاب على الجوال حتى ما يتشكل عند الطفل ادمان على الجوال، لانه اذا تركته انا فتره طويله على الجوال حيصبح عنده عدم القدره على التخلي عن الجوال. يعني اللي بيترك مثلا ممكن تشوفوها مثلا اذا في بعض الاولاد في المحيط عندكم بيجلسوا عدة ساعات في اليوم على الجوال ولهم فترة طويلة عدة شهور، حاول تأخذ منه الجوال شوف كيف التعامل تبعه العصبية اللي بيتعامل معك فيها لما تيجي تسحب منه الجوال. فأنت عشان تخفف من حدة الإدمان الشخص هذا على الجوال تخلي من وسائل العقاب أنك أنت تقول له أنت محروم ساعة حتى تبعد، حتى تقطع موضوع اللي هو هذه اللي هي زي ما حكينا عنها نسميها الزخت شبيرالة اللي هي دوامة الإدمان، تقطعها إنه هو يجد شغلة تانية يشغل فيها نفسه لو هو حاسس إنه هو متضايق أو عنده مشاعر مثلاً سلبية، يشوف شغلة تانية يهدئ فيها هذه المشاعر، إنه يتكلم مع أبوه أو أمه، يتحدث مع مثلاً أحد من العيلة، ينام شوية، يقرأ في كتاب أو كذا. يعني حتى نقطع إحنا هاي اللي هي الزخت شبيرالة إنه تكون من ضمن وسائل العقاب اللي هو الشغلة اللي الطفل ممكن يؤدي إلى إنه يدمن عليه. هذه كانت الفكرة فقط يعني حتى نوضحها بشكل آخر. الله يبارك فيكم، الله يجزاكم الخير جميعا على الحضور. احنا قربنا على تقريبا ساعتين من الحضور، ف يعني شكرا جزيلا على حسن المتابعه والتفاعل مع هذا يعني مع هذه المحاضره. لضيق الوقت يعني نضطر لانهاء اللقاء الان، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيكم. نذكر يوم الاحد القادم سنتواصل في لقاءاتنا وفي سلسله لقاءاتنا، وسيتم التطرق لموضوع مرضى القلب بين محاذير الصيام وفوائده، وراح يلقيها الدكتور منذر رجب وهو استشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه، بالاضافه للتطرق من ثله من المحاضرين والاستشاريين في موضوع مرضى السكري والتعامل مع الصيام ومرضى الفشل الكلوي.
فكونوا معنا إن شاء الله يوم الأحد القادم على الموعد. الله يبارك فيكم، جزاكم كل خير. وإياكم، شكرا جزيلا، السلام عليكم. بارك الله فيكم، السلام عليكم.